المفروض هنتكلم عن الكونتنت في الشهر ده. المفروض إن إحنا كل شهر هيكون معانا كونتنت مختلف. الشهر ده معانا مثلا الكونتنت اللي بعديه SEO، اللي بعديه ممكن يكون ميتا بانك، على حسب طبعا الاختيارات بتاعتنا وعلى حسب التوبكس اللي بتكون مطروحة في الجروب. المفروض إن إحنا ده الميت اب الـ97، إحنا بادئين من 2018 لحد النهاردة، ويبقى إننا نعمل الميت اب ده كل يوم جمعة الساعة 9 في نفس الميعاد. في أبديت جديد إحنا عاملينه، إن إحنا كل شهر هيكون معانا توبيك مختلف بشهر كامل، ويكون ليه توسكس معينة، والناس اللي بتحضر تكون بتطبق التوبيك ده بشكل كامل. يعني المفروض بعد فوتينج على الجروب، بعد ما اتكلمنا عن في التوبيك المفروض هناخده، كان الكلام على ان احنا نبتدي بالكونتنت ماركتنج. تمام، ان احنا نبتدي بالجزء بتاع الكونتنت، علشان ده عليه ناس كتير طلبته، او ده اللي كان عليه الطلب بشكل كبير من الجروب يعني. تمام، طيب دي النقطة اللي المفروض احنا كنا بنتكلم فيها. طيب المفروض قبل ما هنبتدي في حاجات اساسية هنبتدي نتكلم فيها، وحاجات تكنيكال في الشغل، وحاجات ليها علاقة بطريقة الكتابة بشكل عام. طيب خلينا كده نتكلم عن أول جزء معانا، هو في الكونتنت. إن أنت لازم تكون عارف الكونتنت أصلا إيه هو، يعني لازم تكون فاهم يعني إيه كونتنت عشان تبتدي إن أنت تتعلم الكونتنت بما يتناسب مع طبيعة الكونتنت. إيه اللي بيفرق واحد عن واحد بيكتب؟ لو أنا بكتب غير لما أنت تكتب، غير لما حد تاني يكتب. الفرق في الطريقة بتاعة الكتابة، وكمان في العلم اللي أنت مكتسبه من الكتابة وخبراتك اللي أنت مريت بيها، سواء أنت بقى كتبت بأجزاء مختلفة كبوستس، كتبت كونتنت، كتبت إيميلز، كتبت كتب، كتبت روايات، أيا كان اللي أنت كتبته إيه. طيب خلينا كده نقول ان الكونتنت ليه اجزاء مختلفه، مش جاست ان انت بتكتب كونتنت يبقى انت كده خلاص بالنسبه لك الامور محسومه، او ان انت بتكتب بوست بالنسبه لك الامور محسومه. انت الكونتنت ليه طرق كتير مختلفه وليه ابعاد كتير مختلفه. عشان تكون فاهم كونتنت لازم تكون فاهم الاجزاء اللي احنا هنقول عليها دي. اول حاجه لازم تكون فاهم الكونتنت استراتيجي. يعني ايه كونتنت استراتيجي، وايه الفرق ما بينها وما بين البلان؟ الكونتنت استراتيجي هنا بنتكلم عن الاستراتيجيه اللي هتلعب بيها في الكونتنت بتاعك على مدار الشهر. يعني لو انا هكتب كونتنت، المفروض الكونتنت اللي هكتبه ده الكلمات اللي هستخدمها فيه هتكون ايه. تمام، بنتكلم في الكلمات اللي هتستخدمها. تمام، الرساله اللي عايز توصلها. تمام، بنتكلم كمان غير الكلمات اللي هستخدمها والرسالة اللي هتوصلها، بنتكلم في الهاشتاجات اللي هستخدمها، القنوات اللي هتسوق عليها، طبيعة الكونتنت، طبيعة المحتوى نفسه اللي هتتكلمه. يعني ايه طبيعة المحتوى؟ هل انت هتشتغل بصور، ولا هتشتغل بفيديوز، ولا هتشتغل ب ولا هتشتغل ب جيف، ولا هتشتغل طبيعة المحتوى اللي هتشتغل بيه ايه بالظبط. وكمان بتكون محدد كمان الاستهداف بتاعك، انت المفروض هتكلم انهي فئة، هتخاطب امهات، هتخاطب سيدات، هتخاطب رجالة، هتخاطب اطفال، هتخاطب متجوزين مخطوبين، هتخاطب ناس في شباب، هتخاطب ناس كبيرة في السن. الاستهداف بتاعك مين بالظبط؟ تمام، فاحنا بنقول ان انت عندك اوبجكتيف كمان معينة المفروض تكون انت محددها، الهدف من المحتوى نفسه. انت دلوقتي المفروض ايه الهدف من المحتوى؟ انت دلوقتي هتكتب محتوى، فايه الهدف اللي انت المفروض هتشتغل عليه؟ والله انا المفروض هكتب محتوى علشان اعرف الناس بيا، هكتب محتوى علشان اعرف الناس الفرق ما بين التخصصات في التسويق، هكتب كونتنت علشان المفروض ان انا اعرف الناس مجال الشغل بتاعي او انا بقدم ايه في العياده، هكتب كونتنت عشان اعرف الناس ازاي تختار الديزاينز بتاعتها وما الى ذلك. تمام، بعد كده بنتكلم في الجزء اللي ليه علاقه بالمانجمنت. ليه علاقه بالمانجمنت، اداره المحتوى نفسه هتمشي ازاي. المفروض ان انت في اداره المحتوى تكون محدد. تمام، المفروض مين اللي هيتعامل مع المحتوى نفسه. يعني ايه مين هيتعامل مع المحتوى؟ المفروض ان انت عشان تخرج محتوى لازم ان يكون معاك ديزاينز،
لو انت بتكتب كونتنت ارتكلز لازم يكون معاك SEO، لو انت بتكتب اجزاء ليها علاقه بالسوشيال ميديا فلازم يكون معاك حد بوبلشر، لازم يكون الكونتنت ليه اداره مخصصه تتابع المحتوى. احنا كتبنا كونتنت ونزلنا بكامبين كونتنت كبيره، المفروض ان احنا بنوصل مسج معينه، لازم يكون في فولو اب على المحتوى اللي نزل، علشان لو في اي جزء ليه علاقه بالكريسيس مانجمنت او ليه علاقه بالتخلفات او ليه علاقه بالاودينس، ليه كومنتس معينه لازم تتابعها، مسجز معينه بتيجي من الفولورز بتوعك لازم تكون متابع الكلام ده كله. مين اللي هيتعامل مع المحتوى نفسه؟ مين اللي هيتعامل مع المحتوى؟ اوكي خلاص، فدي من الاجزاء الاساسيه اللي المفروض بنشتغل عليها عشان تقدر تدير المحتوى. سواء بقى الاداره دي هتكون في العمليه التشغيليه نفسها، يعني مثلا انا المفروض مسؤول عن الكونتنت تيم، فالمفروض الافكار نفسها عملوا عصف ذهني طلعنا الافكار، بعد العصف الذهني الكونتنت اتحط الافكار بتاعته كمكتوبه واتشرحت للديزاينر، وبعد كده الكونتنت كتكست اتكتب، بعد كده اتراجع، بعد ما اتراجع المفروض ان يروح للديزاينز بالافكار، الديزاينر المفروض ان يكون معايا فولو اب علشان الديزاين اللي يتعمل يكون هو المسج المفروض توصل، بعد كده البلان تتراجع تاني بشكل كامل وتتعدل على الاخطاء اللي ظهرت، بعد كده يتعمل سكادول ليها وما الى ذلك. لو احنا بنكتب ارتكل فالمفروض الكي ووردز تطلع، بعد الكي ووردز دي نكون بنتارجت اجزاء مختلفه من الاودينس، او بنتارجت فئه معينه من الاودينس، بعد ما بنتارجت فئه معينه من الاودينس الكي ووردز تتحط بشكل منسق ك SEO، بعد كده يتعمل ديزاينز بتاعتها والبروجرامر يضيفها او المسؤول عن الورد بريس لو هو ويب سايت وورد بريس يبتدي ان هو يضيفها، بعد كده يحصل عليها تنسيق، بعد كده يتابع الكلام ده كله. فطبيعه المحتوى لازم يكون ليها مانجمنت، يكون ليها اداره. طيب بعد كده الكونتنت بلان، بيتقال على الكونتنت بلان دي الخطه اللي المفروض هتمشي عليها. المفروض الخطه اللي هتمشي عليها دي ايه؟ المفروض ان احنا عندنا عن البوست بتنزل في ايام معينه وفي توقيتات معينه اللي هي بيتقال عليها احيانا الكونتنت كليندر. يعني لو احنا قلنا الكونتنت بلان ولا الكونتنت كليندر، احيانا الاثنين بيكونوا في نفس الاطار. طيب الكونتنت بلان هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في ان المفروض احنا عندنا تيبل معينة، المفروض التيبل دي بتكون متقسمة لأيام، فاحنا المفروض مثلا نشتغل الأحد والاثنين، تمام، أو الأحد مثلا والإيه الأربعاء لو احنا هنتكلم في كونتنت الأربعاء، تمام، من مثلا الساعة 8 إلى مثلا الساعة 9، تمام. طيب فاحنا المفروض بنسكادول الكلام ده. طيب بعد ما بنسكادول الكلام ده كله بيكون مضاف ليه الهاشتاجز بتاعته المناسبة على حسب الترند، وكمان مضاف لي الايه حاجة اسمها السي تي اي، تمام، مضاف ليها ايه السي تي اي. السي تي اي دي اللي هي الكول تو اكشن. كول تو اكشن يعني ايه؟ اللي هو الاجراء اللي انا المفروض العميل ياخده، يعني مثلا ارسل رسالة، على سبيل المثال، او اضغط هنا او تابعنا على البلاتفورم الثانيه او ايا كان، تمام. طيب بعد كده عندي الكونتنت اندستري، تمام. الكونتنت اندستري هنا بنتكلم فيه اجزاء اساسيه ليها علاقه بالاندستري نفسها، اللي هو انا لو بكتب محتوى في العقارات غير لما اكتب محتوى طبي غير لما اكتب في الاكسسوارز غير لما اكتب في مجالات مختلفة، لازم أنا أكون عارف الكونتنت اندستري اللي أنا بكتب فيها. والله الكونتنت اندستري مثلا في العقارات المفروض إن إحنا بنتكلم في مساحات، بنتكلم في مقدم، بنتكلم في أقساط، بنتكلم في دفعات وما إلى ذلك. في المحتوى الطبي فإحنا بنتكلم في أسعار الكشف والعلاج، أفضل الدكاترة، بنتكلم في أفضل المستحضرات مثلا الطبية وما إلى ذلك. في الاكسسوارز بنتكلم عن الخامات الجلد، لا خامات تعيش اكتر، لا ضد الميه وما الى ذلك. فكل كونتنت اندستري بتكون مختلفه عن الثانيه، فهنا لازم نكون احنا متابعين الاندستري بتاعتنا ماشيه ازاي. فلما اجي اتكلم عن كونتنت، لو انا مثلا بتكلم في العقارات فانا عارف بتكلم في مساحات، بتكلم زي ما قلنا
في اجزاء ليها علاقه بالمقدمه، بتكلم في اجزاء ليها علاقه بالاجزاء ليها علاقه قلنا المقدمه وقلنا المساحات وقلنا الدفعات وقلنا الاقساط والامور دي كلها. لو بتكلم في طبي في امور مختلفه، اكسسوارز امور مختلفه وما الى ذلك على حسب كل مجال. لو بتكلم في التك فانا بتكلم في الصيانه وبتكلم في المتابعه على حسب الامور دي كلها. لو بتكلم في مجال مثلا ليه علاقه بالفنتك او اداره الماليات والبيمنت اونلاين والقصص دي، فانا بتكلم في السكيورتي او في السرعه والسهوله. فلازم وانا بكتب الكونتنت اكون عارف الكونتنت اندستري بتاعتي بتشمل على ايه، بتشمل على ايه. طيب الكونتنت ديستريبيوشن هنا، ودي بنقول توزيع المحتوى. توزيع المحتوى ازاي؟ انا دلوقتي حطيت في الاستراتيجي بتاعتي المحتوى هينزل على انهي قنوات بالظبط وازاي هقدر اوزعه. يعني ممكن من محتوى واحد يكون ليه توزيع على مثلا فيسبوك وانستجرام بطرق مختلفة. انا كتبت التكست بتاعتي والتكست دي قدرت ان انا اطلع عليها ديزاين. لو نزل الديزاين لوحده على فيسبوك هيكاتش مع العميل ويفهم من غير ما يقرا التكست او الكلام، وفي نفس الوقت لو انا نزلته على فيسبوك العميل يقدر يقرا الكلام عادي ويشوف الصوره ويتجانس معاه. طيب ممكن مثلا محتوى، تمام، هقدر اوزعه على لينكد ان واقدر وممكن اقدر اوزعه كمان على تويتر، تمام. فهنا الامور بتختلف. ممكن برضو توزيع المحتوى تمشي ازاي، ان انا اكتب مقال، تمام، والمقال ده بيتم نشره كرابط. طيب انا وزعت المقال بتاعي، وزعت المقال بتاعي من بلاتفورم، قدرت ان انا اوزعه بشكل كويس وقدرت ان انا اشغله بشكل مختلف على بلاتفورمز مختلفة، تمام. طيب المفروض بعد كده كمان بنتكلم في الكونتنت اناليسيس، تمام، والكونتنت اكسبيرينس. كونتنت اكسبيرينس واناليسيس هنا بتكلم على خبرة المحتوى نفسه والمفروض الجزء بتاع الاناليسيس بتاعه. طب هنا بنتكلم في الجزء ده ازاي؟ يبقى انا هنا بتكلم عن تحليلي للمحتوى نفسه والخبرة اللي العميل خدها مني. طبيعة المحتوى مثلا عندنا ان احنا بننزل كتب مثلا كل يوم اربع، بننزل المفروض كل يوم جمعة بنعمل ميتوب، المفروض ان احنا بننزل تولز مثلا كل يوم حد، فخلاص الناس بقت عارفة ده والناس بقت تستنى ده، ان احنا لو ما نزلناش مثلا يوم جمعة فالعميل عنده خبرة ان ميعادنا تمام الجمعة خلاص. طيب احنا لما نزلنا الاول كنا بنتقابل الاثنين، بعد كده بقينا نتقابل يوم الحد، بعد كده بقى ميعادنا الجمعة. افضل وقت كان ليه تعامل معانا وكان افضل وقت بننزل فيه في ميتو كان يوم ايه؟ كان المفروض يوم الايه الجمعة، كان المفروض يوم الجمعة. فهنا انا بتكلم في ايه؟ بتكلم ان انا لا عندي اجزاء اقدر ان انا اتعامل معاها مع العميل. الاجزاء دي ليها علاقه بشكل كبير، ليها علاقه بشكل كبير في الايه، في خبره العميل. فانا هنا لازم اتعامل مع خبره العميل بشكل كبير، اتعامل مع خبره العميل بشكل كبير واكون فاهم طبيعه العميل اللي بتعامل معاه بشكل كبير، واقدر ان انا اناليسز الاوقات اللي بيكون موجود فيها، اقدر اناليسز البلاتفورمز اللي بيكون موجود فيها، اقدر اناليسز كمان الاجزاء اللي ليها علاقه بالاجزاء اللي ليها علاقه بالعميل، سواء هو متابعني على انهي بلاتفورم، او المفروض ان هو موجود اوقات ايه، او المفروض ان هو بيتفاعل مع انهي بوستس اكتر، او بيتفاعل مع انهي مقالات اكتر، او بيتعامل كمان معايا على انهي نوعيه من طريقه كتابه الكتب. لما ببعت ميلز للناس لو بعتها انجلش مش بيقروها بشكل كامل، مش بتتفتح، لو بعت العنوان بالعربي بيتفتح. فهنا لازم اعمل اناليسز علشان اشوف طبيعه ايه العميل بتاعي، طبيعه العميل بتاعي بشكل كبير، تمام. فدي من الحاجات الاساسيه المفروض ان احنا بنعتمد عليها واحنا بنشتغل على الايه الجزء بتاع الكونتنت. طيب بعد كده المفروض ممكن بنتكلم في ايه تاني، او بنتابع ايه تاني في الكونتنت عشان
بس ابين لك ان طبيعه الكونتنت مش جاست ان انا بكتب محتوى وخلاص، او ان انا بكتب كونتنت فانا قدرت اوصل في الكونتنت لطريقه معينه، او قدرت ان انا اوصل بالكونتنت لكونسبت معين، والكونسبت ده المفروض ان انا اعتمد عليه وخلاص. انا بقيت ادخل كل يوم اروح شغال على اروح شغال على الاجزاء اللي ليها علاقه بالعميل، وابتدي اتعامل معاه بشكل دايركت وخلاص. او العميل بكتب له كونتنت هو مش فاهم الكونتنت ده معناه ايه، او الكونتنت مش بيكاتش. طب ما هو طبيعي الكونتنت مش هيكاتش معاك لو انت مش فاهم الاجزاء دي، او انت مش متابع الامور دي بشكل كبير، مش متابع الامور دي ايه بشكل كبير. فلازم لما نيجي نشتغل على كونتنت، لازم لما نيجي نشتغل على كونتنت نكون عارفين الكونتنت اللي بنكتبه ده طبيعته عامله ازاي، الامور فيه ماشيه ازاي، هل العميل اللي متابع معايا او العميل اللي شغال معايا بيتابعني، هل هو انترستد بالكلام ده ولا لا، واقدر اعمل له اناليسز بشكل كبير ولا لا، والامور دي كلها. تمام. طيب تعالى بعد كده نشوف الجزء اللي ليه علاقه بالكونتنت كريشن. تمام. الكونتنت كريشن هنا طبيعه التكست وطبيعه الكتابه اللي انت بتكتبها، او طبيعه المحتوى اللي انت بتخرجه. ممكن المحتوى ده يكون عباره عن كلام، ممكن يكون المحتوى ده عباره عن فيديو انت بتعمل ريكورد وبتبتدي تطلعه. يعني لو مثلا انت بتتابع طبيعه معينه من الفيديوز، او بتتابع مجموعة من الفيديوز أو حلقات بتنزل مثلا بشكل أسبوعي أو بشكل شهري للناس، فالكرييشن بتاعها بيتم إزاي؟ تعال ناخد مثال على الميتوب اللي إحنا مثلا بنعمله كل جمعة. إحنا عشان نعمل ده لازما بنسأل الكرييشن، بنسأل الناس أنتوا محتاجين إيه؟ بعد كده الناس بتقول في الجروب إحنا محتاجين كونتنت، نتكلم في الكونتنت. بعد كده بنبتدي نعمل سكيدول للمحتوى اللي هنشتغل عليه، بعد كده بنبتدي نحضره. بعد ما بنحضر الكونتنت ونحضر التوبيك اللي هنتكلم فيه والمادة اللي هنتكلم منها، بعد كده بنخش الميتب في اللايف، وبعد اللايف المفروض بنشتغل على ايه؟ بنشتغل على الجزء اللي ليه علاقة بالميتب، ونبتدي نشرح. بعد ما بنشرح المفروض ان احنا بنريكورد، وناخد الريكورد نبتدي نحوله على يوتيوب. فهنا دي عملية كرييشن، اللي هو اخراج المحتوى وانشاؤه. تمام. انا بطلع محتوى، فاوريدي ان انت بتعمل كرييشن للمحتوى. تمام. طيب بعد كده بنتكلم في الجزء اللي ليه علاقة بالكونتنت ريبوزيشن، علشان هنا بنقول طبيعة الليفل بتاع المحتوى نفسه. طيب الريبوربوزيشن هنا الفايدة اللي انت هتطلعها والنقطة اللي بتتكلم منها عشان تدخل للمحتوى. يعني انا دلوقتي عندي محتوى البوزيشن بتاعه ليه علاقة زي بالظبط كده، هي قريبة شوية من جزء الريسايكلينج. طبيعة المحتوى بيتكلم في مثلا اللغة الإنجليزية. تمام. انا بتكلم خلاص، انا طبيعة المحتوى بتاعي بيتكلم في اللغة الإنجليزية، أو إن أنا أتعامل كمان ممكن أتكلم في طبيعة المحتوى ب فويس قريب وسهل للناس، ممكن أكون بتكلم بمصادر. تمام. ممكن أكون كمان بتكلم بأرقام وحقائق، ممكن أكون بتكلم في عن فئة معينة من الناس. تمام. فلازم يكون انت ليك بوزيشن معين، وبتعمل ريبوزيشن دايما للايه المحتوى بتاعك. تمام. طيب تعالى بعد كده ناخد الجزء اللي ليه علاقه بالريسايكلينج. الريسايكلينج هنا ليه علاقه بشكل كبير باعاده توزيع المحتوى. يعني انا دلوقتي المفروض كتبت محتوى. تمام. محتوى مكتوب، مقال. اوكي. طب بعد كده خدت المقال ده، المفروض ان انا هيئته كسكريبت فيديو. بعد ما طلع كسكريبت فيديو، قدرت ان انا اخد الفيديو ده واعمل له فويس وطلعته كبودكاست. تمام. فهنا انت عملت ريسايكلينج، انت بتعيد انشاء المحتوى تاني. تمام. وبتبتدي ان انت تتكلم عن المحتوى بشكل مختلف، وطلعت المحتوى باكتر من طريقة واكتر من جزئية. تمام. دي كده كلها اجزاء لازم تخلي بالك منها
في الايه الكونتنت بتاعك، وتخلي بالك من الاجزاء اللي ليها علاقه كمان بالجزء بتاع البروموشن مثلا. تمام، الجزء بتاع البروموشن في حاجات هقولها لك بس مش عايز اقولها المره دي، محتاج ان انت تفهم البيزك الاساسيه، والمفروض المره الجايه واحنا في اطار الشرح هقول لك المره اللي فاتت كان في مثلا جزئيه معينه خلي بالك احنا هنتكلم فيها زي بتاعت الايه البروموشنز والاعلانات والكونتنت مثلا لكل تشانل. تمام، دي حاجات ايه برضه بسيطه. والجزء بتاع الاساين ايتش جولز، يعني انت لما تكتب محتوى مناسب لكل هدف ازاي تعمل ده، وكمان هقول لك على انواع لكل محتوى يكون ليه جزء مناسب، وجزء ايه الستوري تيلينج والكوبي. تمام، طيب خلينا هنا ممكن نقول مثلا ان الاجزاء دي بنتكلم في الكونتنت، ممكن ناخدها بشكل سريع الكونتنت بروموشن هنا المحتوى. تمام، المحتوى الاعلاني. طب هنا حد هيقول لي طب ما انت اوريدي بتتكلم عن كوبي كده مش بتتكلم عن كونتنت. لا، انا هنا بتكلم عن الكونتنت بس محتوى اعلاني، يعني مثلا لما اجي اثبت للناس اشتغل على حاجه اسمها الانباوند تمام ماركتينج. تمام، طيب الانباوند ماركتنج هنا انا بتكلم ان انا بعمل محتوى بيعي للناس بس بطريقه غير مباشره، اقول له خلي بالك احنا كاتبين مثلا مقاله وفي المقاله دي انا حاطط لينك مثلا لمصدر معين تقدر تدخل تشتري منه وما الى ذلك. فانا هنا بعمل بروموشن بالكونتنت، لو انا مثلا كاتب مقاله زي ما قلت على الويب سايت وحاطط لينك في وسط الويب سايت الناس تقدر تخش تبيع من هناك، هو ده كونتنت مش كوبي ان يتباع بيه، لكن انا هنا بعمل ايه بعمل كونتنت بروموشن. تمام، طيب الكونتنت بقى اللي هو الكل تشانل، يعني مثلا انا لو قلنا مثلا ساوند كلاود فانا هنا بتكلم على فويس او صوت. تمام، طيب لو انا قلت مثلا فيديو فانا ممكن اتكلم في يوتيوب. تمام، لو انا قلت مكتوب فانا ممكن اتكلم على فيسبوك او مثلا اتكلم على ارتكلز وما الى ذلك. تمام، طب هنا المفروض ان انا اطلع كونتنت كمان لكل جول معينه، انا عندي هدف معين فانا بطلع له، عندي هدف معين فالمفروض ان انا بطلع له محتوى، والله الهدف هنا المفروض بيعي زي ما احنا بنقول. تمام، ممكن الهدف هنا يكون تشويقي ان انا بشوق الناس، اعمل كونتنت تشويقي للناس، شوق الناس عن منتج معين، ممكن يكون مثلا الكونتنت هنا ليه علاقة بالوعي، انا بعمل اويرنس او اي حاجة. تمام، طيب الكونتنت بقى اللي هو لكل نوع محتوى، يعني ازاي ان انا اطلع كونتنت يتناسب نوع المحتوى، يعني انا لو عايز اطلع فيديو تمام فالفيديو هنا انا بتكلم في ايه، بتكلم في فويس. تمام، ممكن اتكلم في بل لو انا مش هشتغل موشن او الكلام ده فانا هشتغل تصوير اعلاني، فانا ممكن اكون بعمل محتوى عشان اخرج فيديوهات بس ممكن يكون تصوير، ممكن يكون تحريك انيميشن او حاجات متحركة ومن وراها صوت وما الى ذلك. فلازم هنا تكون مركز، هل انا لما اجي اقول لحد والله انا عايز اعمل محتوى فيديو، طب محتوى فيديو دي واسعه جدا، انت محتوى فيديو هنا بتتكلم في ايه بالظبط؟ هل انت المفروض بتتكلم في جزء ليه علاقه اكتر بال بتتكلم في جزء ليه علاقه بالموشن، ولا بتتكلم في فيديو تصوير، ولا بتتكلم في ايه؟ لان انت هنا لازم تكون عارف انت بتطلع كونتنت اصلا لكل نوع محتوى ازاي. يعني لما يجي عميل عايز اطلع له فيديو ما ينفعش ان انا اطلع له فيديو كده وخلاص وانا ديني بعمل للعميل فيديو. طب انت ممكن تكون بتعمل فيديو ريلز، تمام، ممكن تكون بتعمل فيديوز مختلفه ملهاش علاقه باللي العميل عايزه وما الى ذلك. طيب خلينا كده، المفروض طبعا هنا قلنا الورك فلو هنا متابعه، تمام، متابعه المحتوى واعاده الصياغه. تمام، طيب لو انا هنا بتكلم في الجزء اللي ليه علاقه اللي ليه علاقه بالستوري تيلينج، فهنا بحكي اجزاء من القصص للعميل، انا بعمل ستوري تيلينج ببتدي ان انا اطلع ستوري معينه وابتدي احكيها للناس، والله انا زي بالظبط كده المحتوى بتاع الانفلونسر، احنا النهارده رحنا اشترينا كذا وبعد كده طلعنا على مول مش عارف ايه وبعد كده، فده كونتنت.
تمام، بس ده له علاقه اكتر بالستوري تيلينج والكوبي رايتنج. طبعا احنا المحتوى الاعلاني الصريح، والله تعالى اشتري واحده وخد عليها واحده هديه، تعالى اشتري كذا مثلا بخصم معين، او تعالى المفروض احنا افضل جوده او افضل سعر وما الى ذلك. تمام، فدي كلها اجزاء ليها علاقه بايه، اجزاء المحتوى. فانت هنا لما تيجي تتكلم عن كونتنت، لما بتيجي تتكلم عن كونتنت، انت بس مش بتتكلم عن اجزاء مختلفه، بس اللي هو انا بكتب بوست او بكتب حاجه، لا انت المفروض تتكلم عن اجزاء اساسيه في الكونتنت ملهاش بديل. انت لا، انت لو هتعمل كونتنت ليه علاقه بالاستراتيجيه مثلا انت هتشتغلها، لازم انت تلتزم بيها، بالجولز بتاعتها، بالتشانلز اللي هتشتغل عليها، بالاودينس اللي انت هتتكلم معاهم، بطبيعه التشانلز، بالريسايكلنج اللي هتعمله ايه، والامور دي كلها. نقطه مهمه جدا جدا حته مراجعه المحتوى، تمام، حته مراجعه المحتوى مهمه جدا، لان في ناس كتير يعني بتعدي الكونتنت كده من غير مراجعه ومن غير اي حاجه، وبالتالي بعد كده بيكون فيها مشاكل. طيب بعد كده عايز اقول لك على الجزء اللي ليه علاقه اكتر بطبيعه اداره المحتوى. تمام، انت لو انت بتدير محتوى لازم بتعدي على بروسيس معين، وعشان تطلع المحتوى ده اول حاجه لازم بتشتغل عليها. لو احنا المفروض هنشتغل على الكونتنت، اول حاجه لازم تشتغلها ليها، تعالى كده هنقول اداره المحتوى، تمام، اداره وخطوات إنشاء المحتوى. تمام، أول حاجة لازم بتشتغل عليها هي إن أنت تطلع استراتيجي معينة. تمام، بتطلع استراتيجي معينة، الاستراتيجي دي المفروض إن أنت بتبتدي تبني فيها كل الأجزاء اللي إحنا اشتغلنا عليها. فأول خطوة المفروض إن أنت هتشتغل عليها، ثانية كده عشان في حاجات إحنا، لا صور، ثواني، حاجات مسحت بس. تمام، أول حاجة لازم تشتغل عليها قلنا إدارة، تمام، إدارة وتسويق وخطوات المحتوى. تمام، طب ايه اول حاجة المفروض ان انا اشتغل عليها لو انا بشتغل على الكونتنت؟ اول حاجة زي ما قلنا ان انت انشاء استراتيجية تسويق المحتوى، لازم أن تشتغل على ان انت تطلع الكونتنت نفسه، اللي انت تطلع الكونتنت نفسه كاستراتيجي. ايه الاستراتيجي اللي انت هتشتغل بيها؟ تمام، ايه الاستراتيجي اللي انت هتشتغل بيها؟ الاستراتيجي زي ما قلنا ان احنا بنطلع الهاشتاجز اللي هتستخدمها والكيوردز اللي هتستخدمها وطبيعه المحتوى والاستهداف اللي انت هتستخدمه وطبيعه الناس اللي هتشتغل. طيب عشان تبني استراتيجيه معينه كده للكونتنت لازم تكون بتتعامل باسلوب السؤال مع العملاء. يعني انت لازم تقول له والله انت، هل مثلا انت الاستراتيجي مثلا بتاعتك ممكن تكون ليها علاقه زي ما قلنا بالتسويق، او الايه ليها علاقه مثلا بان انا هتكلم مثلا عن الاورنس، او ان انا هتكلم بطريقه الاورنس. فطريقه الاورنس هنا هتعمل ايه؟ والله لو انا ببيع مثلا ملابس، فانا هاجي قبل السيزون الجديد مثلا، تتوقعوا ايه الموضه بتاعت الفتره الجايه، ونبتدي نتكلم على الموضه والازياء وما الى ذلك. فهنا انا دي، ده كونسبت انا طلعته هشتغل عليه. طب الهاشتاجز مثلا اللي ممكن اشتغل عليها ليها علاقه بمثلا الجزء بتاع الموضه بتاعت الشتاء، تمام، وفي تولز ممكن احنا نستخدمها بقى اقول لكم عليها اسمها اول هاشتاجز. تمام، دي من التولز اللي بنستخدمها في الكونتنت، دي ممكن ابقى ابعتها لكم، او اول هاشتاجز، خليني كده احاول اجيبها لكم. تمام، دي من التولز اللي بنستخدمها عشان نبتدي نطلع ايه الكونتنت بتاعنا، ونبتدي نشتغل على الهاشتاجز المفروض ايه بتاعتنا. فبتبتدي تطلع الهاشتاجز بتاعتك وبتبتدي تشتغل عليها في نفس الجزء اللي بتشتغل عليه، وبعدها بتبتدي ان انت تطلع ايه الناس بتسيرش على ايه. في هنا مثلا برضو التول اللي ليها علاقة ب كيورد everywhere، خليني برضو كده اقول لك، ممكن تكون يعني احاول اجيب لك اللينك بتاعها، وبرضو احطها لك تاني عشان انت تبقى متابعها، وتبتدي ان انت تطبق الكلام ده وتطلع الهاشتاجز وتطلع الامور اللي انت
تقدر ان انت تبص بيها. تمام، فخلينا نقول ان انت في الاستراتيجي بتطلع الاجزاء اللي ليها علاقه اكتر بالكونتنت، هتكتب ايه، هتعمل ايه، وطبعا برضو ممكن تستخدم اوبر سجست من برضو الحاجات المهمه في التول. فخلينا اقول لك ان انت لازم وانت بتطلع الاجزاء اللي ليها علاقه بالكونتنت لازم تشتغل على الاستراتيجي الاول كاول خطوه. تمام، لان هنا احط لك اللينك keywordeverywhere.com، دي التولز اللي انت هتستخدمها عشان تبتدي تفهم طبيعة الكونتنت اللي انت هتشتغل عليه، والناس بتسيرش على ايه، والمفروض توصل لايه، والهاشتاجز اللي هتستخدمها لو انت بتكتب سوشيال ميديا، وكيوردز لو انت هتكتب ارتكل، وتبتدي تظبط الامور دي كلها. تمام، طيب، وكمان ممكن ابعت لك استراتيجي تبتدي ان انت تطبق عليها، او تمبلت الاستراتيجي تبتدي تطبق عليها. فانت المفروض اداره وخطوات المحتوى اول حاجه المفروض تشتغل عليها ان انت تبني استراتيجي كامله للكونتنت، الاستراتيجي كامله للكونتنت عشان تقدر ان انت تكمل. بعد كده لو انت هتكتب كونتنت ممكن تكريت التيم بتاعك على حسب طبيعه الكونتنت اللي انت هتشتغل عليه. تمام، فاحنا هنا تاني حاجه بنتكلم في هيكل الفريق نفسه. تمام، طيب هل الكونتنت هل لازم ان يكون متطلب مني الجزء ده؟ تمام، خلينا نكون هنا هيكل الفريق نفسه. تمام، طيب هيكل الفريق هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الجزء اللي ليه علاقه اكتر بالتيم. هل لو انا هكتب كونتنت فانا محتاج حد معايا السي او يقول لي ان الويب سايت تمام عشان اقدر ان انا اشتغل عليه؟ لو انا مش فاهم كمان السي او فانا لازم اكون فاهم، اجيب حد معايا يكون فاهم الجزء بتاع ايه الـ SEO. طيب خليني كده اقول مثلا لو انا المفروض هشتغل على مثلا كونتنت بيعي، فانا لازم يكون معايا حد من البي دي او البيزنس ديفلوبمنت اللي يبتدي يقول لي ايه الحاجات اللي ايه نبتدي نركز عليها على حسب تيم الشركه نفسه. طيب لو انا مثلا المفروض هشتغل على اجزاء مثلا ليها علاقه بالكونتنت، فانا لازم يكون معايا حد بتاع بروجرامنج مثلا لو انا هشتغل من البورد نفسها بروجرامر. تمام، تمام كده، تمام. فعلى حسب هل انت هتحتاج حد معاك ولا لا، هتحتاج حد ديزاين لو انت المفروض محتاج حد ديزاين معاك. من الحاجات الاساسيه اللي بنأكد عليها دلوقتي ان ما بقاش ينفع ان انا اشتغل على اجزاء واحده وهو ده اللي انا هشتغله للعميل، فاوريدي انا هطلع يعني بتاع الكونتنت ما بقاش يعرف يشتغل لوحده، لازم يكون معاه تيم من اكتر من تخصص عشان يشتغل معاه. بتاع الاي سي او كذلك لازم يكون معاه حد بتاع كونتنت، بتاع ويكون معاه حد بتاع ديزاين والبروجرامر، بتاع الميديا بين كذلك وما الى ذلك. تمام، طيب بعد كده المفروض ان انا يكون شغال معايا كمان ممكن حد من الناس اللي شغال معايا يكون شغال سوشيال ميديا اناليتكس عشان يبتدي يشتغل معايا. تمام، بعد كده المفروض ان انت تشتغل على جزء السيرش، والمفروض ان انت تشتغل على الاجزاء اللي ليها علاقه بيه. خلاص انت عملت الاستراتيجي، بعد كده بتعمل الكونتنت اللي ليه علاقه بيه، خلاص بقى معاك تيم. بعد كده تبتدي تعمل الكونتنت بلان بتاعتك، بلان. تمام، عشان تبقى انت عارف هتكتب مثلا 4 مقالات في الشهر، فالمفروض ال4 مقالات دول تعتمدهم معاك، فبيكون معاك التيم على حسب ما انت عايز. بعد الكونتنت بلان، بالمناسبه احنا في الارتكلز لو احنا بنتكلم على ارتكل لويب سايت، فالافريج اللي المفروض بنشتغل عليه حوالي 10 كونتنت او 10 ارتكل مدعومين بالاي سي او. لو احنا بنكتب على السوشيال ميديا فاحنا بنكتب 2 بوستز للحاجات التجاريه مش للبيرسونال براندنج، بنكتب 2 بوستز بير ويك او 3 بوستز بير ويك على حسب طبيعه الايه البلاتفورم. طيب احنا دلوقتي عملنا استراتيجي، بعد ما عملنا استراتيجي عملنا الكونتنت بلان، بعد كده المفروض بنشتغل على ايه؟ بنشتغل على الكونتنت ديزاين. تمام، فاحنا بنشتغل يعني ايه على الكونتنت ديزاين؟ المفروض ان انا خلصت التاكس بتاعتي او الاجزاء اللي انا هتكلم فيها بالكيوردز بتاعتي، فانا المفروض بتشتغل على الايه؟ الديزاين. الديزاين ده بقى على حسب انا المفروض هشتغل زي ما قلنا، لو انا حتى هكتب كتاب، لو انا بكتب كونتنت ليه علاقه بالكتاب، ببتدي ان انا اشتغل على ايه، على الجزء بتاع الديزاين. بعد كده بعمل عليه على كل الكلام ده كله تشيك. تمام، بعد التشيك ببتدي ايه اعمل ايه لونش، وابتدي ان انا ابوبليش على حسب ايه السكيدول. تمام، ببتدي ان انا اعمل ايه لونش علشان
ابتدي ان انا اي اسكادول واشتغل على الكونتنت بتاعي. طب هل المراحل دي كده كلها ورا بعض هل هي سهله؟ لا هي مش سهله. انت المفروض ان انت بتشتغل على الاستراتيجي، الكيوردز بتاعتك دي شيء مهم، والجزء بتاع هيكله الفريق، والكونتنت بلان بتاعتك لازم بيكون داخل فيها الجزء اللي ليه علاقه بالكالندر بتاعتك كأفكار وكبرين ستورمنج وتكست بيتكتب وتحويل الفكره نفسها لكونتنت. بعد كده تبتدي تنتروديوس الكلام ده كله للديزاينر علشان يبتدي يشتغل عليه، سواء طبعا على حسب انت، حتى لو بتكتب كونتنت الويب سايت فلازم معاك، ممكن يكون كاتب الكونتنت كويس جدا بس الديزاينر طبعا يطلعه حاجه بشعه جدا. فدي كلها امور بتعدي بيها عشان تدير الكونتنت بتاعك بشكل مظبوط. تمام. طيب بعد المفروض ما بنشتغل على الاجزاء دي وعملنا خلاص اللونش بتاعنا ووصلنا للنقط دي، المفروض ايه الاجزاء بقى اللي تشتغل عليها فيما بعد؟ طيب هل انت المفروض في الاستراتيجي بعد ما بتعدي النقط دي وعملت الكونتنت بلان بتاعتك، هي دي الخطوات اللي بتشتغل عليها؟ او هي دي الخطوات اللي بنشتغل عليها وبنطلع، بعد كده بنطلع الكونتنت بتاعنا بشكل كبير. المفروض اللي جاي بعد كده نتكلم عن توزيع المحتوى نفسه. تمام. احنا عشان نشتغل على توزيع المحتوى عندنا 3 انواع من توزيع المحتوى او من القنوات اللي بنشتغل عليها في توزيع المحتوى. تمام. توزيع المحتوى هنا لما بسأل ناس كتير في انترفيوز او اي حاجه، لما اجي اقول له مثلا كونتنت ديستريبيوشن او توزيع المحتوى نفسه بيمشي ازاي، فاحنا هنا عندنا قنوات اساسيه بنشتغل عليها في جزء توزيع الايه المحتوى. ايه القنوات المفروض بنشتغل عليها؟ بنشتغل عندنا على حاجه اسمها القنوات المملوكه والمكتسبه والمدفوعه. يعني ايه مملوكه ويعني ايه مكتسبه ويعني ايه مدفوعه؟ المفروض القنوات المملوكه بتشمل كل المحتوى اللي انا بكتبه على قنوات خاصه بيا. زي ايه بالظبط؟ زي الويب سايت، زي بالظبط الايميل، زي بالظبط كده زي بالظبط كده المسجز والكلام ده كله. فدي كلها حاجات مملوكه، يعني بلاتفورم مملوكه ليك. يعني هنا هنقول مثلا يعني قنوات، تمام، خلينا نقول قنوات تسويقية مملوكة ليك. تمام. الموقع، تمام، الإيميل، تمام، الرسائل مثلا، تمام، دي حاجات المفروض إن هي مملوكة ليك. الويب سايت ده بتاعك، أنت مشتري الدومين وشغال عليه وكل الأمور خلينا نقول المملوكة علشان. طيب اوكي، خلينا نقول القنوات المملوكة تمام. فلما نقول القنوات المملوكة يبقى احنا هنا بنتكلم في القنوات الخاصة ليك. تمام. خلينا نقول برضو ان دي احنا هنا بنتكلم في الجزء بتاع الايه الكونتنت ديستريبيوشن، عشان برضو تبقى انت مش تايه، احنا هنا بنتكلم في الكونتنت ايه ديستريبيوشن. خلينا نقول distribution. تمام. طيب ال content distribution قلنا زي ما قلنا ايه، بنتكلم في القنوات الايه المملوكة والمكتسبة وايه المدفوعة. طب المكتسبة دي زي ايه مثلا؟ ممكن تكون زي ايه؟ والله ممكن تكون زي مثلا لما انت يكون عندك مثلا صحفي، تمام، ده حد بيتكلم عني، تمام، فده المكتسبة، ده حد بيتكلم عني، فدي حاجة مش انا اللي كاتبها. تمام. فحد بيتكلم عن، تعالى كده نقول مثلا المكتسبه انا اكتسبتها من حد، المكتسبه هنا، تمام، مثال الاخبار، الجرايد، تمام، حد بيكتب عنه، التلفزيون، خلاص. فخلاص دي كلها قنوات المفروض ان هي بتتكلم عني انا، انا ما قلتش لحد منهم يكتب عني خبر ولا اي حاجه. هي القنوات دي انا مثلا عندي مثلا قناه، عندي مثلا حدث معين او عندي ايفنت او عندي مثلا مشروع بفتتحه او اي حاجه، فالمفروض ان ايه انا اشتغلت على الايفنت ده، فجي صحفيين صوروا الايفنت وما الى ذلك.
تمام. طيب بعد كده الجزء الاخير اللي هو المدفوعه، هي اللي هي بالظبط زي السوشيال ميديا، تمام. خلينا هنا نقول المدفوعه، انا بدفع عشان حد يكتب ويعلن عني، تمام. المدفوعه هنا مثال، خلينا هنا نقول زي ايه، السوشيال ميديا، تمام. فانت هنا لما تيجي توزع الكونتنت بتاعك لازم تفكر في الثلاث انواع دول، هل انا هشتغل على اي نوع فيهم عشان ابتدي ان انا اوزع المحتوى بتاعي بشكل كويس، هل انا هجيب حد هكتب على ويب سايت، ولا المفروض ان انا اشتغل على السوشيال ميديا، ولا المفروض اشتغل على ايه؟ عاده بنبتدي بالسوشيال ميديا، بعدها بنخش على الايميل او الويب سايت، بعد كده نحقق انجازات نبتدي ايه، حد يجي يكتب ايه عننا، حد يجي ايه يكتب عننا، تمام. طيب دي كلها اجزاء مهمه جدا جدا في الكونتنت، كان يهمني قوي ان انت تبقى عارف الكونتنت ده يعني ايه، يعني ايه المفروض نكتب كونتنت، والمفروض الاجزاء اللي احنا المفروض نشتغل عليها عشان نكتب كونتنت، ولو انا هكتب كونتنت المفروض اكون فاهم طبيعه الكونتنت والامور دي كلها. تعالى بقى نخش في الجزء بتاع اللي ليه علاقه بالتوسكس. طب التاسكز هنا بتتنفذ ازاي؟ بتبتدي تطبق وتبعت لي على الميل وتقول لي والله ده اللي انا نفذته، وابتدي اقول لك اللي انت نفذته ده صح ولا غلط، في حاجه ولا لا. هنا اقول لك الميل، او خليه تمام. تبتدي تبعت على الميل التاسكس بتاعتك، وبعد ما تبعت على الميل التاسكس بتاعتك المفروض ان احنا نبتدي نراجعها ونقول لك الامور فيها ايه. فان المفروض ان انت هتبتدي تشتغل على ايه، على كونتنت استراتيجي، تمام، والكونتنت استراتيجي، وتبتدي ان انت تعمل الايه الكونتنت والبلان بتاعتك، تمام، ويكون طبعا متضمنه كل الاجزاء اللي احنا اشتغلنا عليها دي. والله انا هشتغل اعلان على الجزء ده، والمفروض ان انا شغال في مجال معين، الاندستري بتقول كذا، والمفروض ان انا هوزع الكونتنت بتاعي على البلاتفورم دي، والمفروض ان انا العميل عندي بيحب اكتر محتوى، لو انت طبعا العميل عندك بتكتب له بلان من قبل كده، وكمان المفروض ان انت تشتغل على الجزء اللي ليه علاقه ب الجزء اللي ليه علاقة بالبلان بتاعتك، والمفروض بعد كده تقول لي البروسيس اللي انت مشيت عليها ايه بشكل كامل، عشان ايه اقول لك والله انت كده طبقت صح طبقت غلط، في عندك مشكلة، في حاجة محتاج تعملها علشان تبتدي ان انت تطبق بشكل صح، وتقول لي والله انا طبقت تمام، او انا لا ما طبقتش، او انا عندي مشكله في التطبيق، او انا في حاجه ما نفذتهاش، في حاجه محتاج ان انا اشتغل عليها، طبعا على حسب ايه انت والامور اللي انت محتاج تشتغل عليها. طيب خلينا كده نشوف لو في حد، لو في حد عنده سؤال، نبتدي ان احنا نشوف لو حد عنده سؤال يبتدي يسأل كده، بس هتشيك معاكم ان الايه ان المايك مفتوح عشان لو حد عايز يسأل على حاجة. اوكي تقريبا كده انا المايك مفتوح، لو حد عايز يسأل على حاجة ممكن يسأل عادي. أنا عندي سؤال في حتة ال distribution، إن أنت بتقول يعني إن في content المكتسب اللي هو زي ال TV و and so on، هو إحنا بنقدر نتحكم في ده ولا دي حاجة أصلا أنا مقدرش أتحكم فيها، فليه أحطها في ال strategy بتاعتي؟ يعني قصدي مثلا لو حد كتب خبر أو حاجة، ده مش أنا المتحكم فيه، مش أنا اللي بحط ال content بتاعه، فليه أحطه ضمن ال strategy بتاعتي؟ بحطه كسبونسر، يعني مثلا في بعض القنوات المفروض ان هي بتشتغل بطريقه مختلفه، اللي هي ايه؟ ان انت تعالى ادخل معايا سبونسر، ادفع فلوس وانا هتكلم عنك،
تمام. في بعض المؤسسات بتمشي بطريقه اللي هو ايه، احنا صحفي معين محتاج يكتب خبر، فانا ببتدي اعمل له انفيتيشن ان هو يحضر الايفنت ويكتب عني ويتكلم عني وما الى ذلك. حاليا بقت تمشي برضه بطريقه مختلفه اللي ليها علاقه بالانفلونسر، ان انا ادعو الانفلونسرز اللي موجودين مثلا في الوطن العربي لحدث معين زي قطر مثلا كده وكاس العالم، ويتكلموا عني ويقولوا ان انا المفروض عامل تنظيم اكتر من رائع وي 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 وبلا بلا بلا والامور دي كلها. فدي ممكن تتحط في الاستراتيجي عادي جدا. بعض القنوات مثلا بتيجي تقول لي ايه، احنا عايزينك تنزل معانا في برنامج بزنس وتبقى انت ضيف الحلقه وكل حاجه ونعمل اعلانات، والمفروض ان انت بتدفع ثمن الحلقه دي كسبونسر، وبنظهر ارقامك وشركاتك كحاجه كانها حاجه منفصله، يبقى انت ظهرت واتكلمت عن البيزنس، فالناس بقى اللي فيها بقت تراستد قوي فيك، وبعد كده غير الناس تراستد قوي فيك، الناس لقت سجست منك للشركات دي بغض النظر عن حق، لو انت لو هم يعرفوا ان انت اللي صاحب الشركات دي او لا. والناحيه التانيه يبقى انت اوريدي عملت اسم يعني، وبدات ان انت تظهر وما الى ذلك، فلا بتبان يعني، بتبقى بتشتغل، والناس اللي بتتفرج او الكلاينت مش بيبقى عارف الكلام ده، او مش بيبقى عارف ان فعلا دي شركات تابعه للاشخاص دي او لا. ممكن يكون مش انا اللي اطلع، يبقى حد منتدب معروف ويكون انا اعرفه معرفه شخصيه ويطلع يتكلم في البيزنس بشكل كبير، واحنا شركتنا تبقى الراعي، فاوريدي هو ما فيش اي صله في الموضوع، بس اوريدي في خبر اتكتب عني. تمام، وصلت لك الفكره؟ اه تمام، فهمت قصدك. طب انا عندي سؤال تاني. دلوقتي لو شخص مثلا قعد سي سنتين بيكتب في محتوى طبي، تمام، تمام. وبعد كده عشان عايز يشفت لمجال تاني، فبيعمل زي سامبلز كده مثلا على PDF لكونتنت مثلا في الفاشن، وكونتنت تاني مثلا اي كوميرس اند سو اون، بس ستيل الشغل اللي بيجي على الميديكال، ولو مثلا قدم في اي كوميرس زي نون او الشركات اللي هي الكبيره شويه، ما بيتبصش للبورتفوليو او للسي في. فهنا ممكن اعمل ايه؟ هنا المفروض يطور من نفسه بشكل كبير قوي، والمفروض ان هو يشتغل على ان هو ما يبقاش مكرس الشغل بتاعه كله ان هو يكتب في المجالات المفتوحه قدامه. لا، هو هنا الكونتنت دلوقتي او بتوع الكونتنت الشاطرين بيعملوا ايه؟ بيعمل بورتفوليو او بيعمل ويب سايت او بيعمل حاجه خاصه بيه، ويكتب في كل مجال شويه، يكتب في كل مجال مقالتين ثلاثه على الاقل، فهو بيتارجت نفسه ان انا الشهر ده هكتب في مجال الكوره. يعني انا مثلا بنت ماليش علاقه بالكوره ولا انا فاهم اصلا الكوره دي بتقول ايه، بس لا انا المفروض دي من ضمن اهدافي في المجال اللي انا اكتب فيه. وانس ان العميل دخل عندي ولقى ان انا بتكلم في مجالات مختلفه، فاوريدي خلاص انا بالنسبه له انا كاتب في اكتر من مثلا من 20 مجال، فاوريدي المجال بتاعك ده مش اللي هيبقى واقف قدامي عشان اكتب فيه. دي نقطه. تانية نقطه، او ممكن نعمل بيبقى بيحصل نقطه تانية اللي هو ايه، لما انا بلاقي قدامي مثلا في انترفيو او حاجه حد بتاع كونتنت شاطر وكاتب كويس بس ما كتبتش حاجه في المجال بتاعي، بقول له اعمل لي كونتنت او سيتويشن اناليسيس للكونتنت اللي عندنا واديني فيدباك عليه، واكتب انت حاجه من وجهه نظرك شايفها كويسه، وده بيبقى شو يعني، ده بيبقى تيست، وبناء على ده لو عجبني انا هديك فلوسه كانه شغل فريلانسر، لو ما عجبنيش هقول لك لا الغلط بتاعه فين، وبعد كده خلاص يبقى انت كمل بقى ايه، روح جرب نفسك. تمام، فدي طريقه من الطريقتين. في ناس مش بيبقى عندها وقت ان هي تقول للعميل او تقول بتاع الكونتنت خد التاسك كده، وفي ناس لا بتشتغل عادي بتقول لا انا محتاج حد يكون كاتب في المجال قبل كده. بس الصح ان انا يبقى ليا اوبجيكتيف كده كبتاع كونتنت، كل شهرين اكتب في مجال او كل شهر اكتب مقالين في مجال او حاجة. هو انا خليني اوضح لك قصدي اكتر. انا قلت لك انا كتبت سيمبلز اوريدي، بس مش ببلشت، هي بتبقى سيمبلز على PDF. ف لما بقدم في شركات هيك كبيره في المجالات دي، مش بيبصوا لها، بيحسوا ان هو عايزين حد لا اشتغل اوريدي على حاجات ببلشد او اكونتس او مسك اكونتس متخصصه في دول. فيجي يعني هو عايز زي ما تقول حاجات تبقى اشتغلت عليها فتره، مش بس تكتب سامبلز بيها، لان السامبلز لا ما عملتش، يعني ما وصلتش الشركه ان هي تجو اون بصي هي في برضه الابلكيشن. بصي هي برضه استراتيجيات شركات، فانت كده هتلاقي الفريلانسنج كتير بقى.
تلجأي لحاجات فريلانس كتير، لو انت شايفه ده بالنسبه لك، فالحل الوحيد انت ترجعي لحاجات فريلانس كتير وتكون متفرقه. يعني اكتب حاجه في المجال ده واسيبها، واكتب حاجه في المجال ده اند سو اون. يعني فلازم تعمل كده. يا اما لو في حد، يعني هقول لك برضه على حاجه، في ناس كتير مقتنعه، وانا من ضمن الناس دي، ان اللي بيعرف يكتب كونتنت هو بيعرف يكتب كونتنت. اصلي مش هقدر ان انا اجيب حد بتاع كونتنت يشتغل في مجالي، ممكن يكون مش كرييتيف بس كتب قبل كده في المجال مع ناس كتير، هو حظه جابه كده ان هو كتب في المجال ده، بس ممكن يكون في حد تاني كرييتيف جدا. فهي استراتيجيات لشركات، فحاول تشتغلي فريلانسر كتير، يعني مع اكتر من مكان باكتر من طريقة. يعني تمام، حلو جدا. ممكن ابقى اخد برضو رأيك في البورتفوليو بعد كده، صح؟ اي سيف، حاجة، اي حاجة ابعتي لي على الميل بتاعي، وهتلاقيني برد عليك عادي. يعني تمام، اوكي، شكرا جدا. تمام، حد تاني عنده اي سؤال؟ انا عندي سؤال. اوكي، هو انا ممكن اعمل، او حضرتك كنت تقصد من شويه ان انا ممكن اعمل انتجريشن ما بين الكونتنت ديستريبيوشن؟ يعني انا مثلا لو عندي زي مثلا كشركه عندي ايفنت، فانا اقدر مثلا ان انا اعلن على ثرو مثلا الموقع او الايميل بتاعي، واجيب مثلا سي جريده معينه تتكلم او تصور، وبعد كده تبقى مدفوعه ان هي تعمل زي كده بي ار اد وتبلش الآد ده على السوشيال ميديا، فأنا كده استخدمت الـ 3 channels، فكده مظبوط؟ لا مش عارف، انا مش فاهمش، معلش تاني كده، حاولي توضحي لي اكتر. أنا قصدي إن إحنا ساعات بنعمل integration ما بين اللي هي الـ paid والـ earned والـ owned. إن إحنا مثلا عندنا event، مثلا زي كشركة عندنا event معين، فانا مثلا بعلن، انا مثلا كمملوك دلوقتي، انا بعلن من خلال البيج بتاعتي او ايا كان حاجه ملكي دي، اعلنت ان في ايفنت مثلا معين، بجيب بقى في مثلا في الايفنت ده زي جريده معينه بتصور الايفنت، بعد الايفنت بالتالي الجريده دي بقى هتخرج تتكلم عني، فهي عملت بي ار ايفنت، فهي ببلشت الماتيريال او الاد او وات ايفر اللي هي طلعته على السوشيال ميديا، فبقت هي كده مدفوعه. فهي كده انا فاهمه صح ولا في جاب في هي النقطه مش دي؟ بقى، بصي، هو ما دام حد براي انا، او حد مش انا اللي كاتب، صحفي كتب عني، انفلونسر كتب عني، ما دام مش انا اللي كاتب عن نفسي، حد من بره جه كتب عني، خلاص دي كده مش ملكي، وكمان كتب على القناه بتاعته. يعني مثلا انا في ايفنت وعامل ايفنت، وجت مثلا قناه اخباريه، او انا مثلا عملت بروجكت وجت قناه اخباريه صورت الايفنت ونزلته عندها على الجريده، اوكي خلاص، هي نزلت ده على الجريده عندها، دي كده مش انا اللي متحكم فيها، انا ولا انا اللي كتبت الكلام، ولا انا اللي عملت له بابليش، ولا البلاتفورم دي بتاعتي، ولا اي حاجه. اوكي، يعني انا اقصد عادي ان احنا اصلا انتجريت ما بين الثلاثة. طبعا، ما عشان كده بنعمل استراتيجي في الاول. انا ممكن اشتغل بالاستراتيجي باي، بالثلاثه، باثنين، بواحده، على حسب الاستراتيجي بتاعتي بتقول ايه. اوكي، شكرا جدا لحضرتك. معلش عندي سؤال تاني. هو انا مثلا لو عايزة مصادر مثلا اذاكر منها في الاي سي او او في حاجة معينة، يعني حضرتك أسأل حضرتك على الميل ولا فين؟ ممكن تسألي على الميل، وممكن تخش على الجروب، أصلا في توبيك كاملة للكونتنت، وتوبيك كاملة للإي سي أو، وتوبيك كاملة لجوجل آد، توبيك كاملة للبلانينج، في حاجات كتير. ولو بالنسبة لك هما مش كافيين، اسأليني في أي حاجة على الميل، مفيش مشكلة. يعني اسأليني على الميل أوكي في أي وقت عادي، مفيش أي مشكلة. أوكي شكرا لحضرتك. لا تمام، أوكي، حد تاني عنده سؤال؟ لو انا محتاجه، معلش، ادرب نفسي على كونتنت، تمام، انا بدخل على كاتب وبحاول على قد ما اقدر ان انا انمي نفسي في الحته دي،
تمام. فهل لو انا طبقت على اللي حضرتك قلته النهارده تنصحني اكتب في مجال ايه؟ لو انا ما المجال فيش اللي اي عندك، استراتيجي ادعم. بس المجال اللي حضرتك عندك خبرة فيه قبل كده ايا كان ايه هو، او حد يقدر ان هو يديك معلومات انت تكتبي منها. يعني مثلا انا اعرف مثلا حد مثلا مهندس، اوكي، مهندس معماري، فانا لو او مهندس انشاءات او مهندس تصميم، فانا ممكن اتعامل معاه على ان هو يديني الانفورميشن، المعلومات، وانا ابتدي احولها لكونتنت. مثلا انا عندي خبرة في طب الاسنان، تمام، انا دكتور اسنان، فحاول ان انا ادرب نفسي على المعلومات اللي عندي بما يتناسب مع العملاء او البيشنتس اللي بيجوا لي، وابتدي ان انا احول الكونتنت بتاعهم ده او الشكاوي بتاعتهم دي لمحتوى اقدر افيد بيه الناس. تمام، فلازم يكون حاجه، لو انا هبتدي في الاول في اي مجال في الماركتنج لازم انا ابتدي من الحته اللي عندي فيها معلومات، عشان ما اصعبش الامور على نفسي، ما بقاش انا بذاكر الحاجه اللي اجيب منها المعلومه وهي في نفس الوقت بذاكر الكونتنت. يعني مثلا ما عنديش مثلا معلومات عن مجال مثلا اللايتنج، الاضاءات مثلا، تمام، فاوريدي انا عشان اكتب له كونتنت هذاكر مجال الاضاءات وبعد كده ذاكر الكونتنت عشان لا. طب وليه؟ طب انا ممكن، انا مثلا عندي مجال، عندي خبره في الطب او الهندسه، فخلاص اكتب في المجال اللي انا عارفه، ما صعبهاش على نفسي. يعني طب ايه رأيك لو هكتب عن هيلسي وفي كيتو طالع برضو الناس كتير بتتكلم عليه، مش عارفة ايه عادي تدمج عادي، الفكرة ايا دي؟ كان المجال ايه، كل المجالات فيها عمالقه وفيها ناس ضعيفه وفيها ناس وسط، كل مجال هتلاقي فيه ناس كتير بتكتب ومتميزه فيه، لكن عشان اتميز فيه لازم يكون عندي معلومه، هي المعلومه هي اللي هتديني القوه. لو انا جبت معلومه كويسه وقدرت اوصلها بطريقه مناسبه للناس، خلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي. طب فشوفي، هل يا ترى اللي انا اعمل مقالات 2000 كلمة والكلام ده، ولا اللي انا اقلل العدد ده احسن؟ لا لا، بصي، ما تربطيش نفسك برولز على قد ما تقدري في الاول. يعني لو انا ببتدي من الاول مش لازم اربط، لازم ان انا لازم اوصل لا خالص. على فكره ممكن اكتب كونتنت بسيط لطيف، ما هو الكونتنت مش لازم اكون ملتزم ان انا اطلع 2000 و3000 والكلام ده خالص. انا 2000 و3000 ده لو انا ملزم ان انا اطلع ارتكل كامل لويب سايت، طب ما انا ممكن اطلع مثلا فيديو 3 دقائق كسكريبت او فيديو دقيقه سكريبت، بالنسبة لي ده هيعمل بومنج أكتر من المقال، يعني يبقى أنا كده بالنسبة لي أحسن. ممكن أعمل، يعني ما تلزميش نفسك برولز ليها علاقة بالنقط دي في الأول أكتر من رولز الكونتنت نفسه. فلا عادي، ممكن تكتب سكريبت 3 ثواني، ممكن تعملي كونتنت ارتكل سوشيال ميديا ارتكل خفيفة على لينكد ان. مش لازم ان انا مثلا مش اكسبرت في الانجليش فاروح اكتب محتوى طبي بالانجليش، يا سلام، ما خد السهل الاول. صح، تمام، كلام صح. طب انا عايز اظهر في لينكدين يعني بهدف الوظيفة او كده، الاقي اي ورك او كده، هل اللي انا انزل فعلا في مجال الصحة وكده، ولا اكتب بقى في حاجة مش عارفة اكتب في ايه؟ معرف، محتارة. بص اكتر حاجه بتكاتش بشكل كبير الايدوكيشن كونتنت، تمام، الايديو كونتنت دي اهم نقطه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، حاولي تقري شويه عن الالجوريزم بتاعه البلاتفورم اللي هتكتبي عليها. يعني لو انا هكتب مثلا عن على تيك توك، تمام، فانا لازم اقرا الالجوريزم بتاع تيك توك، القواعد والقوانين بتاعه الكتابه على تيك توك، علشان احاول ان انا اظهر فيها. يعني مثلا لو جينا مثلا عند لينكد ان مثلا، فمن الالجوريزم بتاعته اكتر المحتويات اللي بتظهر البولز، تمام، وغير البولز المحتوى اللي هو ليه علاقه بالسلايد شو او ليه علاقه بالفايلز اللي بتعملوا فيها سلايد. طيب لو انا رحت كتبت بوست تكست عادي، طب ليه؟ طب ما انا اروح اشوف الالجوريزم ايه اقوى حاجه فيها واكتب زيها. تمام، بما لا يعني اتناسب معاهم، بس احاول ان انا ما اضايقهاش على نفسي. وفي نفس الوقت احاول اكتب حاجه تفيد الناس اللي انا بكتب لهم. لو انا قدرت افيدهم فبالنسبه لي انا قدرت ان انا اوصل كونتنت عظمه. يعني تمام، متشكرة جدا لحضرتك. العفو. مساء الخير. ازيك، عامل ايه؟ تمام، الحمد لله. ازيك يا استاذ محمود؟ تمام والله، الحمد لله. سؤال بره الكونتنت لو سمحت.
طيب اوكي، حد طب عنده حاجه في الكونتنت قبل ما يقفل اسئله الكونتنت؟ انا ايوه كان انا لو عندي، سمحت انا ممكن طيب بس اسال طيب سؤالين. لو ممكن بس خطه الكونتنت ممكن نعملها ازاي، او ندور عليها ازاي، او ننشئها ازاي؟ بص و هقول لك. تمام، قول معاك. انا بلاحظ ان في بعض الكونتنت متقسم لليفلز، يعني مثلا ليفل خاص بالاويرنس، بالانترست، بالاكشن اند سو اون. يعني ده برضو بيبقى من ضمن البلان بتاعته ولا مش من ضمن البلان؟ تمام، طيب هقول لك. اتفضل. طيب الكونتنت بلان او البلان بتاعت الكونتنت لازم بتكون مبنيه على الاستراتيجي اللي انا حطيتها. تمام، الكونتنت بلان ما هي الا طبيعه الكونتنت اللي انا بكتبه قصاد الناحيه الثانيه الاوبجيكتيف اللي انا حاططها. انا حاطط هدف معين ان انا اعمل اويرنس للناس، ان انا اوعي الناس بالكونتنت بتاعي. فانا خلاص البلان بتاعتها هتكون بقى اعرف اكتر عن البرودكت بتاعنا، تقدر تشوف وتجرب الكواليتي. خلاص انا بديله ايه؟ اويرنس. تمام، طيب دي الكونتنت بلان، ان انا ببتدي احط التكست بتاعتي على او البلان بتاعتي كاكشن التنفيذ بقى. انا خلاص عارف ان انا المفروض هكتب عن الملابس لمثلا للامهات مثلا الحوامل، والمفروض ان انا هوجه لهم مسج معينه ليها علاقه براحتك مثلا عشان البيبي او ما الى ذلك، والامور دي كلها. خلاص فانا بتكلم في كونسبت واستراتيجي معينه. البابلش بقى هقول ايه؟ وابتدي احط الكلام ده على حسب السكادول بتاعي. ده بالنسبه للبلان. تمام، وممكن ابقى ابعت لك تمبلت ليها مكتوبه، تقدر انت تبص عليها عشان تشوف الامور فيها بشكل كامل عامله ازاي. دي نقطه البلان. النقطه الثانيه اللي ليها علاقه بالليفلز هي على حسب البراند نفسه. البراند نفسه هو في انهي ليفل؟ هل هو الناس عارفاه ولا مش عارفاه؟ المفروض ان هو دلوقتي عايز يعمل كروس ويبيع ولا هو مش عايز يبيع دلوقتي؟ على حسب الحاله بتاعت البراند نفسه، على حسب الحاله بتاعت البراند. طيب الليفلز ايه؟ هي متقسمه يا اما انت بتعمل برضه بتبقى على حسب الاوبجيكتيف والاستراتيجي بتاعتك، يا اما انت بتعمل اويرنس للناس بتعرفهم بيك اكتر، او ان انت بتبتدي تشتغل مع الناس على نظام البيع، ان انت بتبيع بالكونتنت سواء بطريقه الانباوند ماركتنج او ايا كان. الجزء اللي بعد كده ليه علاقه بالايه؟ ليه علاقه اكتر بال ليه علاقه اكتر لو انت بتشتغل على نقط، او بتشتغل على او بتشتغل على ان انت تجيب تراست من الناس، الناس تثق فيك. انت بس بتكتب كونتنت عشان الناس تثق فيك، مش عشان حاجه اكتر من كده. خلاص انت بتعرف الناس انت مين، بتعمل ايه، المنتج ده انا فاهم وبنصحك مثلا ما تشتريش النوع ده من الخشب، اشتري النوع ده. فخلاص الناس بعد كده بتترست فيك على حسب الحاله بتاعت البراند نفسه. تمام، تمام، شكرا لحضرتك. عفوا. طيب انا حضرتك معلش، تمام، حضرتك هتبعت لي البلان اللي ابعت حضرتك لي عايزه؟ ابعت لي بس على الميل، علشان عشان بس انا هنسى، فابعت لي على طيب الميل وانا اوكي، هبعت لك على طول. تمام، شكرا طيب لحضرتك. العفو. ايه سوري، انا عارف انت رافعه ايدك من بدري، ف لا ولا اي حاجة ولا اي حاجة. انا بس كنت بسأل هل ممكن كونتنت يوقع كونتنت؟ بمعنى انا بشتغل في مجال الكمبيوتر، ففي الشركه في حد جديد ماسك الكونتنت بس لسه مبتدئ، فبدات تنزل كوميكس كتير. الكوميكس دي كانت بتوصل الريتش ليها ل 24,000 وهكذا كاورجانيك، بس لاحظت ان البوستس الرئيسيه اللي كانت بتنزل على الكورسز بدل ما كانت الاورجانيك بتاعها 2000 و3000 بقت تنزل ل 100 وشويه. فأنا مش عارفة هل كده فعلا مشكلة إن الناس انسحبت من المكان ده ناحية الكوميكس، وإحنا بس عايزين نشوف دي، فأهملوا إن هم يشوفوا الكورسز والعروض بتاعتها، أو حتى إن إحنا كنا بننزل حاجة أويرنس عادية جدا، ولا ده ملهوش علاقة بده؟ طيب بص، هو ده بيوقع ده فعلا. تمام، ده بيوقع ده فعلا. ليه؟ لان بتفرق قوي مع الكلاينتس اللي المفروض بيتابعني.
انا لو الكلاينت مثلا، يعني مثلا في ناس بتتابع مثلا تودو، تمام، علشان هي بتنزل دايما كوميكس والمحتوى بتاعهم رهيب، تمام. في ناس مثلا بتتابع محمود علشان هو دايما بينزل كتب ومراجع وتمبلتس والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي بقيت ما بنزلش ده وبقيت انزل حاجات تانية، فاوريدي الناس هتتسحب من عندي لان انتباههم هيتشد لحتة تانية في نفس التون او في نفس التوبيك، وهيبقى في روتيشن. ده بالظبط زي ايه، كاني اختفيت خالص ومبقتش انزل بوستس، فاوريدي ما بقاش عندي ناس انترستد بيا بشكل كبير، وممكن الناس مع الوقت تعمل لي ان فولو. انا كمحمود مثلا من طبيعه الناس لما بلاقي ناس منزله بوستس كوميك او حاجه بعمل ان فولو، تمام، لان ده مش اهتماماتي، او مش دي من الحاجات اللي انا هبقى حابب ان انا اشوفها على التايم لاين. فاه ممكن بقى انا حد تاني مهتم بالكوميكس، فاول ما اشوف الصفحه دي اعمل لها لايك مره واتنين، فاوريدي خلاص الاولوجرازم بدات تطلعني كتير. عشان كده دايما بنقول ان انا دايما شغال في تخصص معين لازم يكون معايا ناس من تخصصات مختلفه هيساعدوني في الشغل. يعني لو حضرتك معاكي حد سوشيال ميديا سبيشالست او كوميونيتي مثلا سبيشالست، ده هتلاقيه بيديكي الاناليتكس بتاعت الايه البلاتفورم نفسها. في ناس اوريدي عملت فولو وناس عملت ان فولو، طب في ناس عملت مثلا، في ناس سابت الاكونت وخرجت، في ناس لا ما سابتش الاكونت وخرجت، الامور دي كلها. فلازم ان انا اناليسس بقى كده واشوف الامور فيها ايه، علشان بس الامور ما تضيعش مني وابقى انا متابع. فاه ممكن كونتنت يبوظ كونتنت، دي اه طبعا ممكن بتحصل عليه جدا. هو انا متابعه ده، يعني انا لقيت الكوميكس هي ريليتد برضو بمجال الكمبيوتر وكده، بس فيها احيانا بينزل اللي هو تريقه، اللي هو الناس اللي سايبه المحاضرات ونازله الكافيتيريا فبيهزروا معاها. فانا كان تعقيبي للشخص يعني اللي منزل ده، ان انت ازاي بتقول له تعالى اتعلم وفي نفس الوقت انت بتقول له لا، ما انت اوريدي بتسيب المحاضره وبتروح كافيتيريا او كده، فهي حتى لو ريليتد بمجالي فاوريدي هي لا لا بتوقع. بص، لان دي ليها علاقه اكتر، ليها علاقه اكتر، حتى لو ريت ليها علاقه اكتر بالفويس توني اللي بتكلم بيها. يعني مثلا انا ممكن الاقي حد مثلا بيتكلم عن ابل مثلا، تمام، ممكن الاقي لا الناس بتتكلم او في صفحه بتعمل ريكومنديشن ليهم للبرودكت، يعني بتنزل وبتعمل ريفيوز وبتبيع وكده. بس تمام. لما بيعملوا ده في ناس لا انا بخش اتابع فولو اب معاهم، عشان لما تحصل عندي مشكله في الماك ابقى انا عارف احلها ازاي. في ناس تانية ممكن تلاقيها لا بتتكلم عن ابل برضو، بس بقى ايه، بتبتدي ان هي تتريق مثلا على الديزاين الجديد بتاع اللابتوب، مش عارف ايه. اوريدي انا مش مهتم، اوريدي طبيعه الكونتنت نفسه مختلف. شركه من الشركات اللي كنا شغالين معاها كانت شغاله في الفارماسيوتيكال، تمام، فكان دايما اللي شغال في الكونتنت يجي عند الترند ويقول احنا عايزين ننزل كذا كذا. يا باشا انت فاهم غلط، وانا كنت بمنع دايما ده، اقول له لا احنا اصلا فارماسيوتيكال، تمام. فا اوكي تمام، الترند جميل وكل حاجه وهيتماشى معانا ومع التيوبس اللي احنا بنطلعها والقصص دي كلها، بس احنا في ستيل الاندستري بتاعتنا مش هينفع معاها الكلام ده. لو ما صيدلي يخش ويلاقي الكلام ده كله ايه، الوضع مش هيبقى احسن حاجه. فلا طب انا هتعبك، بس عندي سؤال تاني. اوكي هو انا احنا حاليا يعني انا لسه مخلصه تراك سوشيال ميديا في اي تي اي اسيوط، فاحنا مطلوب مننا في مشروع التخرج نعمل حوالي 150 محتوى متقسمين تلاتينات، فيسبوك، سناب شات، انستجرام، وهكذا. فهل لو احنا مثلا استخدمنا نفس الفكرة على البلاتفورمز المختلفة دي هتبقى مشكلة؟ لأن احنا الفكرة يعني أي حد عارف عن اي تي اي ان احنا مزنوقين جدا جدا يعني على التسليم بتاعنا. وكمان المشروع عن السياحة في أسيوط، وأسيوط كمان مش من الأماكن اللي فيها سياحة قوي، فده عامل علينا لود ان انا بقول للناس تيجي في منطقة تعتبر مش سياحية، بس هو اه يعني انا قريبة مش بقول لهم بالظبط. هنا يعني. اه بالظبط، يعني ما يعني احنا عندنا الحاجات الأماكن محدودة جدا جدا جدا، بس هو ده موضوع البروجكت وما عرفناش ان احنا نغيره.
فانا مش عارفه لما اجي اتكلم في المنصات المختلفه دي، هل ممكن ان انا استخدم مثلا نفس الاي دي عليهم كلهم، وستيل ان انا مش عارفه اطلع بره منطقه الاورنس، يعني كل الحاجات تعريفات، تعالوا زي مثلا اعرفكم عن قصر الكسان وقصته مع حبيبته وهكذا، فمش عارفه اقول للناس روحوا يعني، فمش مش عارفه دي، يعني حاسه مشكله عندي بس مش عارفه ارتبها ازاي، فحبيت افكر مع رتبيها حد بالبريم اجازات معايا. ستورمنج، رتبيها بالبريم ستورمنج، ان انت تجمعي التيم، الناس اللي شغاله معاكي ايا كان بقى، حتى لو هم مش كونتنت، وابتدوا يطلعوا افكار مختلفه، طلعوا فكره مختلفه، طلعوا طريقه كونتنت مختلفه. لازم تلجئي بقى الناس تخش تديسكاس معاكي، لازم عشان تقدري ان انت تطلعي بقى بافكار مختلفه يعني. تمام، طب لو استخدمت نفس الفكرة على المنصات المختلفة ده عادي؟ اه بصي، ده استراتيجيك بقى، على حسب البلاتفورم، على حسب البروجكت نفسه بيقول ايه. في بروجكتس ممكن نستخدم نفس الكونتنت على كل البلاتفورم، وفي بروجكتس تانية ما ينفعش، على حسب يعني، ده بيبقى على حسب. ولو لقيت ان الموضوع هيدك، وقفي البلاتفورم اللي هي ما بتجيبش نتائج، ويشتغل على البلاتفورم اللي بتنتراكت معاكي قوي. وبعد فتره خلاص البلاتفورم دي الكونتنت اللي عليها تمام جدا، ابتدي بقى ايه، افتحي البلاتفورم الثانيه، اقري فيها، شوفي الدنيا فيها ايه، وابتدي اعملي عليها تيست كونتنت كده اكتر من مره، لحد ما توصلي للجزء الايه اللي انت محتاجه توصلي له يعني. تمام، اظن الفكره ان انا مثلا احنا في البروجكت بتاعنا ان احنا المفروض نشتغل على التويتر، تمام، واحنا كاهل اسيوط مش منتشره الثقافه دي قوي، بلس ان يعني انا ماليش جمهور على ده، بس هو فرصه علينا ان احنا نستخدم ده. فانا بصراحه كنت بفكر ان انا اللي هستخدمه على الفيسبوك ممكن مثلا انيمايز شويه واستخدمه على تويتر، بس مش عارفه ده صح ولا غلط. بصي هقول لك على حاجه، تويتر دايما ليه طبيعه مختلفه يعني. تويتر من البلاتفورم اللي هو واخد كده يعني، واخد هيئه مختلفه تماما تماما. وكمان لو انت بتتكلمي على ايه بالظبط، انت بتترجمي السوق المصري؟ احنا السياحة، ترويج للسياحة في أسيوط، ان السياحة الداخلية ان الناس اللي موجودة في أسيوط يزوروا المعالم المحدودة اللي عندنا. طيب هو في حد في اسيوط يعرف تويتر؟ في بس نسبة قليلة قوي، يعني لا احنا انا عمري ما شفت حد عملت اصلا، عمري ما شفت حد يعني في القاهره اصلا، كمان الناس قليله يعني. طبعا مع احترامي الكامل لاسيوط وكل المحافظات. اكيد طبعا. لا احنا عندنا نسبة من اللي هم المصريين اللي كانوا عايشين في الكويت اللي موجودين هنا في اسيوط، فهم بيستخدموا تويتر بس عشان يتابعوا حاجات اصلا في الكويت. انا اوكي، عملت هو برضو دلوقتي ريسيرش هو بيتابع الكويت، مش بيتابع حضرتك. بالظبط، ما انا عارفة والله، ما انا طيب، عشان كده ما فانت انا عارفه انت عارفة اللي هو ايه، يعني بتفحتي في ارض مش بتاعتك. ف بالظبط. انا طيب عملت يبقى خلاص، ريسيرش انا ليه بقى اضيع وقت ومجهود هنا يعني؟ ليه اضيع وقت ومجهود هنا؟ انا والله فاهمه حضرتك. انا الفكره كلها ان احنا يعني بيدونا دوكمنت معين في الاي تي اي احنا المفروض نمشي عليه بالظبط، ففهمني في حته ان انا بفكر ان انا فعلا ان انا بحفر في ارض مش ارضي، فبفكر يعني اهندلها ازاي، يعني الحاجه اللي انا فورسد عليها ممكن اظبطها ازاي. بص، هو يعني محتاجه تعملي زي ما قلت لك برين ستورمنج اكتر، والجزء اللي ممكن تفكري فيه يعني ممكن ينفع او لا، ازاي تيجي من ال يعني ازاي تيجي من الخليج على اسيوط، تمام؟ او يعني لازم تربطي الخليج باسيوط، ايه بقى الكونسبت اللي ما بينهم، او الربط ايه، ما اعرفش، محتاجه تفكير. بس انت حاولي تربطي الامور ببعضها، بحيث ان انت يبقى بتكلمي الناس مثلا، او ازاي مثلا تعيش عيشه الخليج في اسيوط مثلا، او مثلا ازاي يعني، فاهمه؟ او يعني مش عارف اللي انا بقوله ده ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط، بس انا يعني بفكر معاك بصوت جدا عالي، أفكار. تمام؟ انا بفكر معاكي بصوت عالي، حاولي تربطي. ممكن أقول لها حاجة؟ اكيد. يا ريت. بصي يا أنسة، هو حضرتك من فين؟ أسيوط برضه. من أسيوط. أوكي، أنتي عشان تروحي المكان ده بتشوفيه إزاي؟ إيه اللي بيشدك ليه؟
بصي احنا عندنا مثلا الأديرة اللي هي دير العذراء كمثال، وقصر إليكسان من الحاجات اللي بتشد الناس قوي. الدير من الناحية الدينية، بس أنا هتكلم مع يعني تارجت المسيحيين فقط، وهم احنا نص نص في أسيوط، يعني نص مسيحيين نص مسلمين، والناس اللي حابة إنها تتبارك بالعذراء وهكذا، أو تشوف مكان أثري شوية. حلو ممكن جدا، نشوف بقى الناس دي فين، وبناء على ده نبتدي ان احنا وبناء على ده نبتدي نشتغل. يعني شوفي انت بقى الناس اللي انترستد بالكونسبت نفسه وابتدي اشتغل عليه. يعني هي هتترجت ديانات. مش تتارجت ديانات، احنا بنتكلم في كونتنت، فتارجت الناس الانترستد بالموضوع ده بطريقة الكونتنت نفسه. اوكي، ما هي لازم تبص لها، هي بتروح المكان ده ليه؟ هي شايفة المكان ده ايه المميز اللي فيه عشان هي تروحه؟ هي مش مهم هي تروحوا فين، ما ممكن يكون اصلا ما بالتارجت هي ما هي اودينس. لازم تحط نفسها مكان العميل اللي هي عايزاه ايه. اوكي هي هتروح، بس مش هي المستهدفه، المستهدف حد تاني، المستهدف اخواتنا المسيحيين والناس الانترستد بالمكان، فهي مش من اولوياتها. فالمفروض تكونسبت الكلاينت نفسه مع طبيعه المكان، مع طبيعه الكونتنت. يعني تعمل سيركل ازاي تربط زي ما كنت لسه بقول ما بين الكونسبت بتاع المكان نفسه وما بين الاودينس نفسهم. عشان كده قلت لها بتوع الخليج ازاي الخليجي نفسه يتمتع باسيوط، فاهمه؟ فاحنا دلوقتي مثلا بنتكلم في كونسبت اخواتنا المسيحيين والاماكن اللي هناك عشان هم بيحبوها، فازاي اربطهم بالمكان ده وان ازاي المكان ده مميزاته 1 2 3 فهم يقدروا يروحوا. فانما لو بصيت المميزات هي فهي هو بالنسبه لها ما يمثلش اي انترست، لان هي مش مهتمه بيه، مش من اولوياتها. ايوه بالظبط، هي كان قصدها ان انا افكر مكان العميل، يعني لو انا هو كنت هفكر ازاي مثلا. حلو، يبقى انت تروحي لحد من الـ زي ما قالت يسرا كده، تروحي لحد من المكان هناك وتعرفي الناس هناك ايه اكتر حاجه بتخليهم يروحوا هناك. هو اكيد في عيالها في الكليه، في جيرانها، في حاجه زي كده، بتعرف بتسالهم. بالظبط اساليهم واعرفي بقى الكونسبت نفسه ايه بالظبط. يعني الكونسبت حاجه كمان، المكان ده لو ليه صفحه فيسبوك، لو ليه صفحه فيسبوك او سوشيال ميديا، خش شوفي الناس بتقول ايه في الكومنتس، الناس بتقول ايه في الكومنت وبتسال على ايه، وحولي ده الكونتنت. هو يعني للأسف مفيش غير جروبس مقفولة بس على إخواتنا المسيحيين. يعني أنا اتكلمت مع أبونا هناك، واتكلمت مع المسيحيين وجبت أفكار، بس كان كل الحاجات ريليتد أوي دينية، فاهمني؟ فأنا كنت المفروض إن أنا مطلوبة أكلم شعب أسيوط كامل، فعشان كده يعني عرضت السؤال بس. فبحاول يعني حاول تخش من اكونت تاني. يعني بصي حاول تخش بقى في اطار الكلاينت نفسه كده وتشوفي طبيعه الامور بتاعته فيها ايه وتفكيره وايه اللي بيخليه يروح هناك والامور دي كلها. تمام، حلو جدا، ميرسي، تعبتكم قوي، لا شكرا. لا ولا اي حاجه، احنا هنا عشان نفكر سوا. تمام، هو انا ممكن بعد ما اخلص ابعته لحضرتك على الميل مثلا لو وقتك يسمح اراجعه. ابعتي. اوكي، ميرسي، شكرا لك. اوكي، حد تاني عنده سؤال في الكونتنت؟ ما حدش. اوكي، منى معاكي المايك. ايوه، انا بغرق باختصار. والله انت على طول بتغرقي، مش عارف ليه. لا المره دي كتير خالص. انا ماسكه حد ستارت اب بقاله شهرين، كان اخد الموضوع علاج ولسه بيحضر لان هو يعمل كورسات. فاعطى كورسين بالظبط، 20 و20 مجموعتين. عرضت، مسكت البيدجات، اشتغلتها، غيرت فيها، اشتغلت على الكونتنت، بوستات للكورسات، بيشتغل تسويق واتساب وتليجرام، اشتغلت عليهم. المفروض عرضت عليه ان هو نعمل كورس اونلاين. هو اوريدي كان عنده مندوبين، كان بي لسه بيتارجتهم، يعني هو اتظبط معاهم بس لسه ما اشتغلوش. اشتغلت معاهم من يومين، ابتدى الكورس الاونلاين، لا من اسبوعين ابتدى الكورس الاونلاين. في تجربات
وفي ناس منافسين بيسحبوا داتا من التليجرام والواتساب ارقام وكده، وبيروحوا بيسوقوا لهم، فبيدخلوا على الجروب بيشوفوا المندوبين وبيتكلموا معاهم. فهو انا ما حبيتش انهم يخرجوا من عندي، فهو كان الاول بيديهم 10%، فهم كده حبوا يطلعوا السعر معاهم، فلحقت الموضوع ده وطلب، وان هم ان النسبه بتاعتكم هتزيد كل ما العملاء تبقى اكتر، ولو الكورس بقى عندكم في بلدكم النسبه هتزيد وهتزيد. فبقى في كورسات اونلاين، في كورسات داخل مصر، في ناس حاجزه في المحافظات، في ناس جايه كورسات من الدول، فالدنيا وسعت مني خالص. يعني انا كنت عامله ده لونج تيرم، لقيت ان كل الحاجات اللي انا عاملاها لونج تيرم بقت قدامي في شهر، في اقل من شهر واحد، فأنا مش عارفة أعمل فيها إيه. طيب بصي، هو الموضوع محتاج تنظيم بشكل كبير، لان انتوا كده فتحتوا ابواب كتير عشان ما تخسروش اي حد، وفي الاخر الابواب دي فتحت عليكم وانتوا اوريدي مش جاهزين ليها. فانتوا محتاجين تضحوا بالحاجات اللي مجهودها كتير وعوائدها قليله، وتكسبوا الحاجات اللي عوائدها كتيره ومجهودها اقل والبودز بتاعتها اقل. فانتوا لازم تنسقوا الامور دي بشكل كبير، يعني تظبطوا الامور دي بشكل سريع، اللي هو احنا ايه الجزء المهم بالنسبه لنا والجزء اللي مش مهم، وتنسقوا على هذا الاساس. غير كده او تعملوا بقى ايه هايرنج بقى لناس تانية، وتبتدوا ان انتوا تكلموا الامور دي بشكل كبير وتعملوا سكيلينج سريع على الشغل. فدي ما هو الكورسات مش هو بس اللي بيديها، في ناس كتير بتديها، في طيب اكتر من محاضر بيديها. يعني اللي انا شغاله معاه هو ماسك واحد بس، متفق مع ناس ماسكه باقي الحاجات، بس الدنيا وسعت مني خالص. انا وغير كده التسعير، التسعير بالنسبه لي يعني هو مسعر بناء على المنافسين، ما مش حاسب مصاريف إدارية ولا الكلام ده كله، حاسب بالوضع اللي هو بتاع الشركة بس. بس أنا دلوقتي عندي انتقالات محافظات، عندي انتقالات دولية، في مندوبين في دول كتير. ما هو ده انا مش عامل حسابه، فاوريدي انا مش بتكلم كسوشيال ميديا، انا بتكلم كماركتنج. هنا انا عندي مشكله، انا لو انا عندي مشكله كماركتنج يبقى دي حاجه لازم ارجع لها وابتدي الملم اوراقي، وزي ما قلت لك انفست في الحاجات اللي المفروض هتسبورت معايا وتجيب لي عوائد كتير، واوقف حاجات لو انا مش قادر، اما كده انا هنفجر خالص ومش هعمل اي حاجه. فلازم ضروري ان انا الم نفسي كده في النقط اللي انا هقدر اشتغل عليها، وابعد نفسي عن الحاجات اللي انا مش هعرف اشتغل. عشان كده انا المفروض الامور معايا هتوسع جدا جدا، مش هقدر اعمل اي حاجه. فهنا مشكله ماركتنج، محتاج اناليتكس بشكل كبير، ومحتاج ان انا ابتدي اشتغل على الاجزاء اللي تهمني، يعني انما انا كده هضيع نفسي خالص، كده انا هضيع نفسي. فانا محتاج ان انا اشتغل على النقط اللي انا يعني اللي انا محتاجها، مش محتاج ان انا بقى ادخل في حاجات تانية ملهاش علاقة بيا. يعني هو مش حكاية ملهاش علاقة، يعني هو كل مدرب فيهم عايز يشتغل، عايز مش عايز يقف، لأن هو واخد متفق معاه على فترة، فهو على فترة معينة، وهو شايف إن دخل في مرحلة انبهار، شايف الدنيا واسعة، وأنا شايفة إن الدنيا بتقع، مش حاضرة، شايفة بص، إنها تقع مني، يجي الشهر الجاي يحاسبني، لا ده الشهر اللي فات كان فيه شغل كده وكده. طب ماشي، أنا نفسي اتفاجئت بالانفتاح ده. لا، هو البيزنس كده، البيزنس كده هيقع منكم، لان انتوا كده ستيل مش منسقين الامور بشكل كبير. فبصي اقول لك على حاجه، البيزنس بيعدي على مراحل مختلفه. مرحله البدايه هو البيزنس بيبتدي، فاوريدي ما فيش اي عوائد، فبينزل كل المجهود اللي معاه. بعد كده مرحله او زي ما بنقول كده مرحله السيت اب، وبعد كده مرحله الجروس. مرحله الجروس دي لو انا ما قدرتش الم نفسي فيها بسرعه واقدر امبروف البيزنس بتاعي، بيحصل عندي مشاكل تخليني اقفله خالص، او ان انا ابتدي ان انا اعمل جروث صح وابتدي اطلع بالبيزنس بشكل صح، واقدر ان انا اصرف عليه بشكل كبير واقدر ان انا امشي فيه صح، ساعتها انا هعمل بيزنس ناجح جدا.
فلازم انا اشتغل على الاثنين. هل انا قد المرحله اللي انا داخلها دي ابتدي اخشها، مش قدها ما اخشهاش، لان ما انا ما اقعدش بقى انا ايه زي كده شركه من الشركات، انا ستارت اب جامد جدا ورحت فتحت في 60,000 دوله، وفتحت هنا وفتحت هنا وفتحت هنا، وفي الاخر رحت في حته تانيه، وفي الاخر ما بقتش اشتغل، وفي الاخر بعد ما فتحت كل ده وانا ستارت اب جامد جدا قفلت كل ده عشان انا بخسر جامد جدا، فده مش صح. لا انا لازم اكون حاسب الخطوات اللي انا بمشيها عامله ازاي، مش هلحق هات على تليجرام وما اقدرش اعمل لهم كفرنج، والحق اجيب اللي هنا وما الحقش اعمل لهم كفرنج، فاوريدي ده ياخد عني بنفت وحشه جدا، وده ياخد عني بنفت وحشه، فسمعتي تبقى وحشه، وبعد كده كمان المنافسين يخشوا معايا فالامور تبقى اوحش بكتير، فالمنافس يخش ياخد الفكره يبتدي يطبقها، او ياخد النقط اللي انا بشتغل عليها ويبتدي يطبقها، فكده لا طبعا كده الامور مش احسن حاجه خالص يعني. طب هو انا اللي موقفني الاكتر عقبة التسعير، فالفكرة اللي كانت عندي ان هو يوقف يهدي الدنيا شوية الشهر ده، وبعت له مونثلي بادجت شيت ان هو يقيد كل المصروفات والحاجات كلها اللي هو اللي بتتصرف معاه الشهر ده، عشان اعرف بعد كده الشهر اللي بعده التسعير بناء على ايه، هو ليه حاطط السعر ده، ايه المصاريف اللي انا ممكن اضيفها لو طلعت محافظات لو طلعت دول الكلام ده كده، طيب صح هو ولا لا؟ تمام، هو انا كده فعلا لازم احسب مصاريفي، بس لازم احسبها بالسابق مش اللي جاي، يعني انا مثلا المفروض اكون منسق الامور بتاعتي بشكل كبير، على حسب اكون منسق الامور بشكل كبير على حسب اللي فات كان ايه وابتدي اجرس عليه، مش هستنى اصرف الشهر الجاي وبعد كده اشوف انا مصاريفي كام، حتى لو انا هستنى الشهر الجاي واشوف مصاريفي كام، انا لما عندي فيه مصاريف متغيره وفي مصاريف ثابته، الامور بالنسبه له هتمشي ازاي؟ ولا هو بيسعر على القطعه السيشن الواحده او السيرفيس الواحده، ولا بيسعر على طريقه الشهر او على طريقه عدد الناس، تمام؟ فهنا الامور محتاجه بالنسبه له هاندلنج بشكل كبير يعني، تمام؟ هي محتاجه هاندلنج وبشكل سريع يعني. معلش الصوت قطع، التسعير بيتم على ايه؟ هو هنا مسعر بأني استراتيجي، ايه استراتيجية التسعير اللي هو معتمدها عشان يبتدي يشتغل بيها، لان انا لما ببتدي اشتغل على تسعير لازم يا اما بشتغل على طريقة ان انا مجمع كل الـ انا متارجت ليفل معين المفروض ان انا اشتغل عليه، وهبتدي اشتغل على النقطة دي، ان انا دلوقتي الهدف بتاعي ان انا اجمع اعمل مثلا 10 راوند، تمام؟ فال 10 راوند دول المفروض ان انا لما هعملهم هبتدي اشتغل على كل راوند منهم هتجيب لي 1000 جنيه، فانا اوريدي داخل لي 10,000 جنيه، فانا هصرف منهم مثلا 6,000 جنيه مصاريفي كاملة تسويقية بمصاريف مصاريف إدارية بكل حاجة، فانا اوريدي المفروض هكسب 4,000 جنيه. دي طريقة، ممكن طريقة تانية أنا ما بعتمدش على ده، أنا بعتمد على إن أنا كل راوند من الراوندز اللي بطلعها ليها مصاريف معينة، بناء على المصاريف بتاعتها المكسب بتاعها كام، فأنا ممكن في راوند أكسب مثلا 400، راوند تانية أكسب 600، راوند تالتة أكسب 500، فأنا ممشيها بالراوند. ممكن بلاش كل ده، إن أنا بحسب على إن أنا بوصل لنقطة التعادل أربعة يحجزوا معايا، فوانس إن أربعة حجزوا اكتر من كده فيبقى هي بتتحسب معايا على حسب عدد الناس اللي حجزت، مش على حسب كل راوند، فليها طرق واستراتيجيز مختلفة بنعتمد عليها، ما ينفعش ان انا اكون ممشيها كده، او انا ممشيها انا صرفت كام اوريدي خلاص احسب البادجت بتاعتي وبعد كده ابتدي اشتغل فيما بعد على النقط اللي همشي بيها هتكون ماشية ازاي، ما ينفعش. ما هو مش مسعر لان هو اصلا ما اشتغلش بالطريقه دي قبل كده، فهو كل اللي كان عنده مجرد جلسات علاج وكورس واحد او اتنين، اتنين راوند في 20 في 40 واحد، لكن الراوند الاونلاين ثلاث مجموعات، المجموعه الواحده ب 30. هي بصي، عشان بس نبقى بقول لك الكلام صح، الموضوع محتاج ان يدرس يعني، وانتي تقريبا مواضيعك كلها محتاجه تدرس يعني، والله بجد المواضيع كلها محتاجه تدرس، ما يعني مش تقوم عليه اجابه، لا المواضيع كل الموضوع محتاج يدرس، هو فعلا الموضوع محتاج يدرس على حسب هو اصلا شغال يعني، في ديتيلز كتير
محتاجة تتعرف، يعني في ديتيلز كتير محتاجة تتعرف يعني. اوكي ماشي اوكي معايا. ماشي اوكي، حد تاني عنده سؤال؟ اوكي طيب. شكرا، تعبناك وارهقناك، ومحاضرة سيشن زي العسل. ميرسي ميرسي ميرسي. العفو، تسلم، شكرا. كان بس في حد سألني على الكونتنت بلان، بس وقلت له هبعت لك حاجة، ففي فايل بعته لك تبص عليه. هو بيمشي كالآتي: أنا المفروض عارف إن أنا عندي إن أنا شغال في الموندي وينزداي، والمفروض شغال في الساتردي، فأنا عارف إن أنا كل حاجة منهم هنزل بيها بكونسبت إيه بالظبط، والكونتنت نفسه اللي هنزل بيه هيكون ماشي إزاي. ده كبلان. قبلها المفروض إن أنا بكون عامل استراتيجي، تمام؟ الاستراتيجي دي أنا ببقى محدد منها البلاتفورم اللي همشي عليها إيه بالظبط، والمفروض كل بلاتفورم المفروض هعمل فيها إيه، وتارجت فيها إيه، وكمان المفروض ان انا الجولز بتاعتها ايه، والفيتشرز التوبكس اللي هتنزل فيها ايه، والفكره بتاعت الايديا، والفورمات اللي هنزل بيها، هنزل بوست ولا ريلز ولا فيديو ولا ستوري ولا ايه، وكمان التون، والجزء اللي بتاع زي ما قلنا الكول تو اكشن او السي تي اي، والكي بي ايز اللي هتقوم بيها على الموضوع ده. في جزء تاني ليه علاقه برضه الاستراتيجي، ممكن لو انا هشتغل الاستراتيجي منفصله، فانا المفروض بحط جولز اساسيه، وكمان بحط عليها المسج اللي انا عايز اوصلها للناس، والكونتنت ريفيو المفروض ان انا عايز اوصل مسج معينه للناس، او اشيل من دماغهم مسج معينه ان انا مثلا مش بتاع كوميكس، لا انا المفروض ان انا مكان بمثل مسج وقيمه معينه، والمابنج بتاعي البوستز التشانلز اللي هنزل عليها، والكونتنت ورك فلو بتاعي هيمشي ازاي، وكمان الكالندر بتاعتي ماشي على ايام ايه عشان لما اجي احط لها سيتب، وكمان الكونتنت بتاعي الفويس تون والكي ووردز والاودينس بتوعي، تمام؟ زي ما قلنا احنا عندنا تاسك هنتابع عليه، فاستاذنكم الناس اللي تنفذ التاسك او اللي محتاجه التمبلت عشان تنفذ التاسك تبعت لي على الميل اللي اتفقنا عليه، علشان نبتدي ننفذ، عشان المرة الجاية هنخش في جزء تاني، بحيث بإذن الله آخر الشهر يكون الناس اللي حضرت الكونتنت قدرت تطلع بكونسبت مفهوم، والمفروض ممكن التاسك تعيده تاني علشان ما كنتش حاضرة فيه. تمام. بصي ماشي، ايه وممكن بس معلش الايميل برضه، لان انا ما كنتش حاضر برضه. بص، هو الايميل والتاسك مكتوبين هنا اهو، تمام؟ هو ده الايميل، خليني برضو اكونفيرم معاكم على ان الايميل ده اللي انتوا هتبعتوا عليه فعلا صح، وخليني ابعته لكم برضو في الشات، بحيث ان انتوا يبقى ده الميل اللي فعلا هتبعتوا عليه، عشان نبقى في السيف سايد. اوكي، ده الايميل هبعته لكم. هو بتبعت عليه بروجرام؟ ايه؟ هو ده اللي هو بنكتب دايما لما بنبعت بروجرام. تمام، انا بعت لكم كده الميل، والمفروض التاسك برضه هبعته لكم هنا، كونتنت استراتيجي زي اللي شرحناها، والكونتنت بلان مش لازم البلان تكون كامله، يعني ممكن وان ويك عادي، بس الناس ما تقعدش تعمل شهر كامل. و بعت لكم الحاجه على الشات، تمام؟ وبرده مكتوبه في الـ السكرين، عشان برده الناس تبقى ده كده، برده الميل مكتوبه في السكرين عشان برده الناس تبقى متابعه. وان شاء الله يعني فعل من الامور بالنسبه لكم تكون احسن حاجه. كل حد عنده سؤال يبعت لي في اي وقت عادي جدا على الميل، انا مش عندي سوشيال ميديا، او بمعنى اصح الادمن هو اللي بيرد على السوشيال ميديا او التيم يعني، فممكن المسج ما توصليش، فعلى الميل انا كده كده 24 ساعه، سواء على الميل ده او في ميلين تانيين برد عليهم يعني. فباذن الله يعني اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه، وباذن الله المره الجايه يكون ايه الناس عملت التاسك بتاعتها عشان نخش ايه
الجزء اللي بعد كده. تمام. حد عنده سؤال تاني قبل ما نقفل؟ طيب تمام، شكرا لكم. عفوا، ماشي، اوكي، بالتوفيق ليكم، مع السلامة.